مع السلامة الاسكول. دونك اليوم باش نخدمو مع بعضنا الكور تاع بي اتش بي، باش نعاودوه فاز با، نشوفوا لي فونكسيون اللي نجمو نستعملوها الكل. نعرف اللي برشا عباد حاضرة معايا تعرفوا الكور وفهمتو، جست توسع بالك معانا شوية شوية، معناها السيونس تاع اليوم راهي ديستيني باش نعاودو. دونك اللي سافا هاكا يزيد يستنفع، والباقي خلينا نفهموا مع بعضنا الكونسيبت. باهي، كي باش نحكيو على البارتي نتاع البي اتش بي، أول حاجة نقولوها راهو البي اتش بي، بي اتش بي سي ان لونجاج دو بروغراماسيون. دونك كي نقول لونجاج دو بروغراماسيون، معناها باش نلقاو فيه نفس الحاجات اللي خدمناهم قبل في البروغراماسيون، كيل كو سوا النوع نتاع البروغراماسيون. مي لونجاج دو بروغراماسيون نتاع البي اتش بي ديستيني للويب. فما احنا توا قاعدين نقراو في دي لونجاج كيما جافا وكيما بيتون. جافا ديستيني للويب، اكزيكسيون نتاعو تصير في وسط النافيغاتور. البي اتش بي ديستيني زاد للويب، ليكزيكسيون نتاعو تصير في وسط السيرفر. دونك ديما باش نحكيو على حاجه اسمها سيرفر. باش نفسر الكونسيبت نتاع السيرفر كيفاش يخدم، كيفاش بالضبط تصير ليكزيكسيون، اللي هي جينيرالمون تسمى انتربريتاسيون ماهيش اكزيكسيون. في البيتون بار اكزومبل، البيتون فيه انواع نتاع دي لونجاج. فما اللي ديستيني لتو سكي لوجيسيال، اللي هو البارتي اللي قاعدين نخدموا فيها. دونك احنا قاعدين نخدموا في على البي سي نتاعنا، في بارتي نتاع بيتون ديستيني ديريكتومون لوجيسيال باش تخرج بها ابليكاسيون تخدم على البي سي. فما الفريم ورك جانجو اللي هو يخدم بالبيتون اما ديستيني للويب. دونك نجمو نزيدو في وسط ال اتش تي ام ال نتاعنا خدمه بالبي اتش بي، سامحني بالبيتون، تكون ديستيني للويب. دونك نجم تعوض لنا البارتي نتاع جافا سكريبت والبارتي نتاع البي اتش بي زاد، فهمتني؟ وديجا هنا فما معناتها دي لونجاج بداو معناتها بلوتو دي كوميونيتي بداو يخدموا على البارتي نتاع انه تكون فما باليز نتاع بيتون في وسط الاتش تي ام ال نتاعنا، ونوليو نكتبوا بيتون ديريكتومون غاديك او ديستيني للويب. خلينا اليوم نحكيو على البي اتش بي. كي نقولوا لونجاج دو بروغراماسيون، معناها فيه دي بوكل، فيه دي فونكسيون، فيه دي بروسيدور. احنا جينيرالمون نقولوا دي ميثود، خاطر لي لونجاج هذوما الاكثر ديستيني لورينتي اوبجي. مي بيان سور ماهوش بنفس الشارج اللي نخدموا بيه بروجرام معناها عادي نتاعنا، فهمت؟ دونك لهنا احنا باش اول حاجه باش نحكيو عليها اني عندي كليون، عندي بي سي يوزر كليون. اوكي، البي سي هذايا باش يبعث دي دوموند. لي دوموند اللي باش يبعثها سو فورم دي ريكيت ou bien sous forme des appels dans des pages. Je m'en ai. Ahna bchi koun anna serveur. Donc anna serveur hedaya. Kien koulou serveur, kien koulou serveur en général, ma'niha hedaya PC 24 heures yicht, mahtout fadbal. Inajm ikoun PC, inajm ikounou plusieurs PC. Ma'niha ensemble ta makinet yikhdmou wabara. دونك احنا باش نبعثو يا سوا روكيت للسيرفر نتاعنا باش يرجع لنا دي دوني، يا سوا باش نبعثو ابيل نتاع باج. بار اكزومبل انت اليوم كي تحل النافيغاتور نتاعك وتجي في اللين الفوق، مثلا تكتب فيسبوك ولا تكتب اي حاجه، معناها اي سيت، دونك اوتوماتيكمون هو باش يبعث روكيت فيها اسم السيت هذاك باش يمشي يلوج عليه في السيت اللي موجودين عندنا، ولا كان حليت ليان ديريكت باش يمشي يعمل ابيل من السيرفر لليان هذاك. لهنا شوف فما ايماج موجوده قدامنا في الكور، الناس الكل ترى فيها. اي مش اي اول حاجه، اول حاجه باش تصير لهنا باش يبعث روكيت. الروكيت اللي بعثتها من الماكينه نتاعي ديستيني للويب، خلينا نحكيو في الكاج جنرال. الروكيت هذيك باش تتبعث في السيرفر، ريت الروكيت باش توصل للسيرفر. السيرفر هذا شنو فيه؟ باش يكونوا فيه لي باج نتاعنا اللي صابيناهم اتش تي ام ال،
au CSS, au PHP, ou Java, et ainsi de suite. Le serveur web, احنا نخدموا بيه توا لهنا، قاعدين نخدموا باش، مانا سيرفر ونخدم. لوكال هوست ما احنا تا دونك السيرفر بتاعنا لوكال هو اللي زي بي اتش بي. ايه ايه شنو يعمل اللي زي بي اتش بي؟ اللي زي بي اتش بي يحل لك ان سيرفر لوكال في مكينتك انت. معناها عباره انت قاعد تاكسيدي الماشين ا ديستونس اما في نفس الماكين مش بالانترنت. كي نوليو ندخلوا النوسيون تاع الانترنت نوليو نحكيو على النوسيون تاع الويب. معناها اني انا كونيكتي البي سي نتاعي، معناتها اليوم راك كابابل انك تكونيكتي البي سي نتاعك سور انترنت، تعمل دي كونفيغوراسيون معينين للبي سي نتاعك، وتولي تحط السيت نتاعك في 3 دبليو في اللي عندك، معناها لي باج اللي حطيتهم، وتولي العباد تاكسيدي للماكينه نتاعك. ريت احنا باش نحلوا اي ميان نكتبوا لوكال هوست ولا الاي بي نتاعو، اي ولا ليه؟ معايا؟ معاك انا باش نحل ليزي بي اتش بي. ما انا خاطر مش نحكي لك على كور انت ما تعرفوش، نحكي على كور الناس الكل تعرفه، دونك نحبك شويه انتراكسيون باش العباد تبدا فاهمه شو نعمل. احنا كي نحلوا الويب لوكال نتاعنا، ويب لوكال ريتو عباره على اي بي 127.0.0.1. هذايا صنع لك ان سيرفور لوكال باللي بي هذا. اذا كان انت تعمل كونفيغوراسيون تحط لي بي نتاعك انت في السيرفر، معناتها انا كي باش نكسيدي مثلا دوفوار، فهمتني، باش تحلي مثلا الباج هذه، دونك تولي نحط لي بي نتاعي انا في بلاصه 127 تولي تتحل. دونك شنو يصير لهنا؟ يولي ينجم شخص اخر من ماكينته هو يكسيدي ديريكتومون لي فيشي اللي موجودين عندك انت، معناها يكسيدي لي سيت نتاعك، يعمل انسكريبسيون ولا يعمل ديزافيشاج، يشوف دي فالور ولا اي حاجه. فهمت؟ انا جوست توا نخدمو بي لوكال، معناها بوغ تيستي نعمل سيرفر لوكال عندي ونتستي على روحي خدمتي. عاد انت البارتي اللي ناقصتك هنا انك من بعد تولي الابليكاسيون اللي تصنع فيها الويب نتاعك هذايا تمشي تبرجيها في سيت ولا تعمل انت سيرفر نتاعك. باهي دونك بعثنا الروكيت نتاعنا للسيرفر. السيرفر كيفاش يخدم؟ توا احنا البارتي الاولانيه اللي قريناها اتش تي ام ال وجافا سكريبت، ليكزيكيسيون والانتربريتاسيون بلوتو تصير ديريكتومون في النافيغاتور. معناها النافيغاتور هو اللي يعرف لي باليز شكونهم، يرجع لك افيشاج تو ديبون من الباليز اللي انت كاتبها، وهو اللي يعمل ليكزيكيسيون تاع لي لين اللي كتبتهم في جافا سكريبت. توا كي نحكي عن بي اتش بي، بي اتش بي ما تصيرش ليكزيكيسيون في النافيغاتور، دونك ماهوش ديبون بالنافيغاتور جمله، وليهو ديبون بالسيستم ديكسبلوتاسيون نتاعك. اش معناها؟ معناتها تو ديبون سيرفر، معناتها الخدمه كلها محطوط عند سيرفر. سيرفر هو اللي يعمل ليكزيكيسيون، اللي هو احنا قلنا عندنا ليزي بي اتش بي. السيرفر هذا كيفاش يخدم؟ ثاني مرحله بعد ما الروكيت وصلت للسيرفر نتاعنا، ثاني مرحله السيرفر شو باش يعمل؟ باش يبعث للانتربريتور نتاعو. عنده ان انتربريتور، عندنا انتربريتور ويب بي اتش بي لهنا، نبعثوا له لي دوني. الانتربريتور هذا شنو اللي باش يعمل؟ اذا كان فما دي روكيت مكتوبين، كي نحكيو على روكيت معناها نحكيو على البارتي شنو؟ اس كيو ال، اي ولا لا؟ اي مسيو. كان فما دي روكيت باش يبعث لي روكيت للسيرفور نتاع باز دو دوني، خاطر احنا السيرفور نتاعنا متكون من بلوزيور سيرفور مع بعضهم. تبع خويا؟ معاك. عندنا لي سيرفور ويب، عندنا لي سيرفور لي ديستيني لتو سكي داتا بيس، فما دوتر سيرفور ما تقراوهمش توما تو، اما القدام بشويه بشويه باش تتعلمهم، كل مره تتعلم حاجه. دونك باش نبعث انا، باش يبعث السيرفور ويب للانتربريتور بي اتش بي، الانتربريتور هذا شنو اللي يعمل؟ يبعث اذا كان فما دي روكيت مكتوبين، يبعثهم للباس، يعمل ليكزيكيسيون نتاعهم،
ياخذ الريزولتا من الباس تبع فيا الريزولتا اللي رجعت له من الباس الريزولتا اللي رجعت له من الباس باش ينتجريها في وسط ال اتش تي ام ال واضحه واضح شنو معناها ينتجريها في وسط ال اتش تي ام ال معناها انا اللي نكتبه بال بي اتش بي الكل اللي نكتبه بال بي اتش بي الكل في الباج نتاعي راه ما يظهر ليش كي نعمل افيشيل الكود يظهر لي كان في البارتي وانا نكتب معناها انا ديك خرجت لي باج اتش تي ام ال قدامي ما تأخذ مثلاً نحن توا كنا في التيست هذي بار اكزامبل إذا كان أنا لهنا تعدى قال لي كليون اكزيستان كان نعمل أفيشي وانا ولا انسبكتي ليت هذه الباج متاعنا أي ولا ليه شو الباج متاعنا كي نحل الكود متاعها الكل ما نلقى فيها حتى ليان بي هاش بي حتى انستركشن بي هاش بي مفهوم؟ بيه علاش هذه الساعة أول حاجة سي بور دي ريزون سيكوريتي أني أنا ديجا كي نجي نكونيكتي للسيرفور نتاعي كي نجي نكسيدي باش نحط دي دوني سبيسيفيك باش نحط دي مود باس باش نحط دي ريكيت دونك لي ريكيت ولي مود باس يعني سي هذوك ما يسمهمش يظهروا لأي واحد يحل لي الباج ويب نتاعي على خاطر هكاك هو بدو ينجم يولي يكسيدي ويبدل في الكود كيما يحب وياخذ لي دوني اللي يحب عليهم أي ولا لا اي معناها كل كونيكت وكل ما عادش يظهروا في يعطيك الصحه حتى شيء من البي اتش بي ما عاد يظهر من لهنا الانتربريتور بعد ما يكمل خدمته مع الانغولاسيون مع الباس دو دوني اللي باش يجيب لي لي دوني باش يخرج لي ان فلو اتش تي ام ال اش معناها معناها باش يخرج لي ان دوكيومون اتش تي ام ال ما يخرج ليش دوكيومون فيه بي اتش بي معناتها السيرفور يصير فيه الاكزيكيوسيون ياخذ لي دوني وياخذ كل شيء يخرج لي دوكيومون اتش تي ام ال هاك الدوكيومون هذاك هو اللي باش يرجع للبارتي ويب وهو اللي باش يرجع للكليون تاعنا معناها الكليون لهنا في الاخر باش يشوف كان اتش تي ام ال بيان سور الاتش تي ام ال اذا كان فيه بلوك نتاع جافا سكريبت باش يظهر جافا سكريبت خاطر احنا اش قلنا جافا سكريبت شبي كوتي كليون اي ولا لا فرونت اند معناها فرونت اند دونك لهنا نحكيو على البي اتش بي اللي هو كوتي سيرفر تسمى سيرفر سايد واضح؟ واضح دونك توا كي فهمنا كيفاش تخدم ساعة الحكاية كيفاش تخدم الباج بتاعي إلى آخره يولي نجم نحكي عن لي ديتاي نتاعها علاش؟ خاطر لهنا نلقى ديما فك لي كيستيون تاع يا خي مسيو عوضتني في الدفوار كونفرسيون خي نخدمها بالألجو ولا باش نخدمها ليه انت ديجا عندك بي اتش بي بي اتش بي سي ان لانجاج دو بروغراماسيون معناها كيما تنجم تخدم الكونفرسيون بالبيتون كيما تنجم تخدمها بالبي اتش بي كيما تنجم تخدمها بال جافا سكريبت جافا سكريبت فهمت دونك راهو فور بروبابل تنجم تجيك حاجه في الدوفوار فيها بارتي نتاع بروغراماسيون معناها حاجه تعرفها في البروغراماسيون شفتها في البارتي نتاع كور لالغو نتاعك وخدمت عليها فهمت بيه. دونك لهنا جينيرالمون ديما الريزولتا اللي راجعه للكليون تاعنا الريزولتا تكون شنو تكون اتش تي ام ال باهي كي نحكيو على البارتي بي اتش بي نحكيو على حاجه تتسمى الويب ديناميك شنو معناها ويب ديناميك معناها لي دوني اللي تحطوا ما يتباع ما يبيعوش معناها يتباع في الباز يهزك من باج لباج ويب ديناميك شنو يهزك من باج لباج الاتش تي ام ال يهزك من باج لباج معناها حتى كي تعمل فورمولير ولا حاجه مسيو ما يبيعوش معناها لي دوني نتاعك هذيك صح معناها في الكونسيبسيون نتاعنا عندنا سيرفور السيرفور هذاك فيه نجم يكون فيه باز كيما نجم يكونوا فيه بلوزيور باز دو دوني فهمتني وينجم السيرفر هذاك هذا سيتان سيرفر ينجم يبرجي برشا سيتات معناها فرد سيرفر نجم نلقى بليزيور سيت اي ولا لا باهي واحنا الكونيكسيون تاعنا ديما عندنا دي كليون
باش ياكسيديو للباس. مي بارمي لي كليون ويب ينجم يكون فما ان ادمينستراتور تبع فيا. مي لي كليون ويب عندهم دي باج سبيسيفيك يحلوهم تاعهم، والادمينستراتور عنده دي باج سبيسيفيك اللي هو يحلهم باش ياكسيدي للي دوني ديريكتومون، مش كيما العباد. شنو معناها ديناميك؟ معناها لي كليون الاول اذا كان جاي عمل الانسكريبسيون تاعو في الباز نتاعنا، دونك لي دوني تسجلوا سي بون، ثم ليني من لي ليني في لي دوني واللي تبع الكليون 1 اي ولا ليه. دونك الكليون 1 ينجم ياكسيدي بماكينه اخرى للباز نتاعنا ويعاود ياخذ لي دوني نتاعو. دونك لي دوني يقعدوا سوفغاردي في الباز دو فاسون. لهنا تتخلق النوسيون تاع ديناميزم، لهنا تتخلق حاجه ديناميك. شو معناها حاجه ديناميك؟ باه معناتها الادمينستراتور نتاعي باغ اكزومبل جاي في الباز نتاعي عبى دي زارتيكل، عبى ثلاثه ارتيكلوات في الباز. لي كليون اللي كونيكتي كلهم يوليو يشوفوا لي تروا زارتيكل هذوك، فهمت؟ معناتها هو ما عباهاش بنفس الماكينه ولا بنفس نفس الباج اللي هما يتخرجوا. دونك عبا دي دوني، لي دوني هذوك يوليو يخرجوا للناس الكل. اي موديفيكاسيون يعملها الادمينستراتور ولا نقولوا اون جينيرال ميزاجور. اش معناها ميزاجور؟ بدل حاجه في الدوني بار اكزومبل. دونك كي نقولوا ميزاجور راه سي با لا موديفيكاسيون، ميزاجور سي l'insertion, suppression, modification, suppression. معناها مسك اي تروتمون يصير على لي يعطيك الصحة، معناها اي تريتمون يصير على لي دوني يتسمى ميزاجور. باهي؟ باهي. معناها كي يقول لك صار عمل ميزاجور لهنا يا سوا زيد دي ليني، يا سوا عمل موديفيكاسيون على دي ليني، يا سوا فسخ دي ليني. اي ميزاجور باش يصير من عند الادمينستراتور نتاعنا، لي كليون الكل يشوفوا الميزاجور هذوك. بيان سور لي كليون ديما نحكيو اللي عندهم لاكسي في الحاجه هذيك. معناها انا مثلا بار اكزومبل عندي سيت نتاع بيعان بيع في حاجات اي كوميرس، حطيت دي زارتيكل دور لي باش نعمل موديفيكاسيون في السوم، دونك السوم اللي بدلته باش يخرج للناس الكل، ولا عملت ما نعرفش انا رميز مثلا في حاجه، ولا ارتيكل وفي اللي فسخته، ولا ارتيكل جاني جديد زدت ارتيكل جديد. دونك لي ميزاجور هذوك بالكل يولي لي كليون كونسلتيهم. هذاك شنو معناها ويب ديناميك؟ واضح؟ واضح واضح مشي. في البارتي نتاع ال تاع بي اتش بي كيفاش ننسري بي اتش بي، ننسريوه ديريكتومون في وسط البلوك نتاع في وسط البلوك نتاع ال اتش تي ام ال اللي نكتب فيه. نجم تكون الباج، احنا اول حاجه عملناها كي بدينا نقراو في ال اتش تي ام ال عملنا باج فارغه مكتوب فيها ستار، عملنا الافيشاج نتاعو خرج ستار كيما هو من غير ما كتبنا حتى باليس، عملنا انسبكتي لقينا انه اي باج نسجلها بوان اتش تي ام ال النافيغاتور نتاعو يزيدها لي باليز اتش تي ام ال بار ديفو. اي ولا لا؟ كيف كيف في البي اتش بي، معناها انا نجم نحل باج نكتب فيها كاين بي اتش بي، وكي نعمل ليكزيكسيون نلقاها الباج مكتوبه بال اتش تي ام ال. عرفنا شكون اللي يعمل هالحكايه هذيك؟ لانتربريتور. اي ولا لا؟ اي كيفاش مسيو؟ دونك مش كنا نحكيو في التصويره هذيا وقلنا الانتربريتور هو اللي بدل لي اي حاجه يردها اتش تي ام ال. دونك اي دوني باش نكتبو انا بالبي اتش بي، معناها انا نحل باج بي اتش بي نكتب فيها كاين بي اتش بي، ما نكتب حتى باليز اتش تي ام ال. كي نحل كي نعمل ليكزيكسيون ونعمل انسبكتي لي زيليمون اللي عندي ولا نفيشي الكود سورس نتاعي نلقاها اتش تي ام ال. قلنا الانتربريتور هو اللي يريقلها الحكايه هذي ريقل. باهي توا لهنا
بويسك عندك بارتي تيوريك دونك لازم نوريك لي باليز الكل اللي تنجم تستعملها دونك عندنا الباليز الاولانيه بوان دانتيروغاسيون معناتها نحل الباليز بوان دانتيروغاسيون نكتب فيها البارتي نتاع بي اش بي ونسكرها كيف كيف بوان دانتيروغاسيون ونسكر الباليز نتاعي كيما نجم نعمل سكريبت لانجويج بي اش بي ونحل نكتب سكريبت نتاعي كيما نستعمل في الجافا كيما نجم سكريبت لانجويج هذيك نحطها في ال اتش تي ام ال ولا بي اش بي هذه اتش تي ام ال الباليز هذه تبع الاتش تي ام ال هو هكا انا كان قلت لك معناها احنا في الاخر باش يخرج اتش تي ام ال كيما نجم كيما تنجم تستعمل بورسون باهي كيما تنجم تستعمل نفس الاولانيه ما تزيد عليها كلمه بي اتش بي من الاول مش كي تلقى واحده من الاربعه هذوما في دوفوار تيوريك راهي صحيح راهو الاربعه اللي كاتبه لي هذوما يخدموا لك بي اتش بي واضحه؟ باهي دونك انا جينيرالمون يا باش نستعمل الاولى يا باش نستعمل الاولى ونزيد عليها بي اتش بي كيما اي لونغاج دو بروغراماسيون دونك فيها النوسيون تاع الفاريابل وفيها النوسيون تاع الكونستانت دونك اذا كان تحب ديكلاري كونستانت باش تقول له ديفاين اسم الكونستانت وتحط الفالور نتاعها اسامي لي كونستانت ما يتحطوش بالدولار كاين لي فاريابل يتحطوا بالدولار واضح واضح في البارتي تنجم تلقى ايكو مستعمله كيما تنجم تلقى برينت احنا الاكثر نستعملو في الايكو اما راهي حتى البرينت تخدم سير بديت وين صغير سمح فاست ديفاين ديك جوست باش ديكلاري بها كونستانت ديكلاري بها كونستانت هاو اكزومبل هنا ديفاين بي كي نحط اسم نحط وانتر دوبل كود تفهم فيا نحط وانتر دوبل كود ونعطيه الفالور نتاعو دونك كي نعمل الافيشاج نتاع البي ما نحطش دولار على خاطرها كونستانت الدولار كونساكري لي فاريابل مش للي كونستانت دونك ديريكتومون نعيط لها باسمها باش يعطيني الفالور نتاعها واضح كي تبدا فاريابل نولي نحط قبلها دولار نحط الفالور نتاعي فهمتني نجم نكتب الفالور ديريكتومون في وسط ميساج معناها دوبل كود بونجور دولار تكست دونك شي لصق التكست لكلمة بونجور كيما نجم نسيب دي باليز نتاع اتش تي ام ال في وسط ليكو لهنا باش تفيشي دولار تكست في ليكو نتاع بونجور راهو يلزم انتر دوبل كود مش كود برك خليني لحظة نحل دونك احنا حلينا السيرفر نتاعنا باش نمشي للدوسي 3W ايزي بي اش بي 3W دونك اول حاجة مكثر اللي يصير يعملوا انستالاسيون انا خاطر صابوا في الاف اما اللي باش يصبوا في السي بار ديفو كيما في الليسي باش تلقاه في السي دونك فما نورم تاع سيكوريتي ما تخليكش تعمل دي دوسي لهنا وما تخليكش تسجل من نوت باد ولا من الفرونت بيج لي باج نتاعك في وسط ال 3W دونك شنو نعمل نمشي نعمل بروبريتي سيكوريتي معناتها كليك دروات في وسط ال 3W نتاعك بروبريتي سيكوريتي موديفيي جينيرالمون اللي باش تبدلهم سي لوتيليزاتور خاطر الادمينستراتور بار ديفو محدود دونك لوتيليزاتور لهنا باش تكوشي لو كونترول توتال اوتوريزي في الكونترول توتال تعمل اوكي وقتها يولي عندك الحق تصنع دوسي وعندك الحق تصنع دي فيشي دونك شنو نصنع دوسي هوت فيرست سكريبت نجي في وسط هو باش نصنع فيشي جديد باهي خليني نخدم بالنوت باد خاطر اكثر العباد ما عنديش ليكستنسيون باهي دونك باش نصنع باج هذايا باش نمشي نسجلها في الدوسي نتاعنا First script. أول رمارك نعملوها أي باليز باش تكتبها فيها HTML فيها PHP راهي ليكستنسيون بوان PHP تغلط تحطها بوان HTML ما يخرج لك حتى شيء عاود باش نعملو اكزيكيسيون مع بعض غلطت أنا وحطيتها بوان HTML مثلا
it's not balise PHP API. Close the balise. I'm at echo. Hello. باش نمشي للسيرفر نتاعي باش نرجع للسيرفر نتاعنا دونك فيرست سكريبت باش نحل الباج HTML نتاعي ما يخرج لي حتى شيء سواء ما يخرج لك حتى شيء سواء باش تخرج لك شنو الكتيبه بال PHP كيما كتبناها انا لهنا كي نعمل انسبكتي نلقى البودي نتاعي فارغ ريتو ما في حتى فالور فهمتني نلقى لهنا اللي كتبته بال بي اش بي محطوط اون طون كو كومونتير ريتو اي وضع طبعا باش نجي انا للبارتي تاع بي اش بي هذي باش نجي لها الهاش تي ام ال نتاعي البودي تو لي دوني هذو باش ينجموا يصير لهم افيشاج ويصير لهم ليكزيكيوشن نتاعهم راهي الباج نتاعي لازمها بي اش بي دونك نرجع انا للدوسيي باهي انا لهنا نلقى ليكستونسيون اللي ما يلقاش ليكستونسيون يمشي لافيشاج من الفوق فما اكستونسيون دي نوم دو فيشي لقيتها بار ديفو تبدا من ناحيه كي تحطها تولي تلقى ليكستونسيون باش كي تعمل رونومي نجم تبدل ليكستونسيون نتاعك دونك تبدلها بي اش بي او بيان تعاود تسجل الباج نتاعك من النطبات كي بدلناها توا بوان بي اش بي نرجع للسيرفر نتاعي كي نعاود نفيشي نلقى الميساج ريغل اما الميساج اللي لقيناه لهنا مش تكتب باللي كو ناي باجن تعال لهنا تكتبت باللي كو اما كاين كي نعمل ليكزيكيوسيون تاعي يغزر في الواحد تلقاه كاين اتش تي ام ال اللي هي الرول نتاع الانتربريتور واضحين فيها هذه واضحه باه توا الباج نتاعي هذايا البارتي نتاعي هذايا نجم نستعمل فيها شنو نحب معناها نجم نزيد دي باليس اكزومبل شربنا بول ولا شربنا ايطالي ولا مثلا نجم نزيدها سامبل سونتري دونك كيما العاده النوسيون باليز الباليز اللي تحلت الاولى هي اللي تسكر الاخرى دونك اخر باليز تحلت هي اخر باليز باش تتسكر دونك نولي نلقاها سونتري هاكا ريتو البارتي نتاع الهاش تي ام ال الكل تتزايد سانتر الباليز بول الباليز ايتاليك باش تردها ايتاليك وبعد تسكر فهمت تو مثلا جيت كتبت لهنا كيما نقولوا حاجه فيها دي زاكسون اوتوماتيكمون لي زاكسون ما يخرجوش هذه ديما نحكيو بارتي هاش تي ام ال مازالنا ما دخلناش في بارتي بي اش بي معناتها مثلا كتبت prénom voilà donc un accent là et un accent là je n'aime l'exécution نتاعها الكتيبه باش تخرج لي سافا با علاش خاطر بار ديفو الباج اش تي ام ال نتاعي ما تقراش شنو ما تقراش لي زاكسون دونك باش نجي في الهيد نزيد الباليز ميتا شار سيت باش نحط بي تي اف تي اف تيري ب 6 8 دونك لو تي اف 8 هو اللي يعمل اللي يقرا تو سكي دي ليتر اكسونتوي انسي دونك وقتها تولي لي الكتيبة صحيح هذايا خاطر جينيرالمون قاعدين ديما نستعملوا فيها الحكاية هذايا بويسكو نخرجوا في دي ميساج مكثر باللي لاكسون هاو كونيكسيون ايشوي هاو انسكريبسيون ولا شنو فهمت دونك ديما باش نستعملوها باهي دونك لهنا مثلا كي نجي ناخذ شيء
تعمل دولار سي هاش هي فاريابل فيها كما نقولوا رقم في نحب نلصق الميساج نتاعي دونك باش نقولوا هالو دولار سي هاش ريت لهنا دولار سي هاش شعلت بالغامق ريتها باهي وليت اون غرا لهنا كي نعمل اكزيكيوسيون باش نلقى هالو والميساج المكتوب تغلط لهنا تعمل كوت بركه وعملت كوت بركة هي سيبا غالطة لو كوت بركة أما كوت بركة باش تولي ما عادش لي فاريابل اللي ديتكتيها وريتها لأن ما عادش أون غرا لازمك البوان سي هذيك دونك إذا كان باش تخدم بالكود خاطر فما خدمة نستحقوا باش نخدموا بالكود كان باش نخدموا بالكود معناها يلزمنا نلصقوا الميساج هذا للفاريابل هذه للميساج هذا أي ولا لا دونك باش نجي لهنا نسكر الميساج بكود ريتو تحل هوني تسكر هون باش نلصق معنيش بلوس عندنا بوان دونك بوان اخرى بوان اخرى ونحل الميساج هذا هنا تولي ترجع لي كيما كان دونك عندك دو فاسون الفاسون الاولى هي تخدم دوبل كود وتحط لي فاريابل ديريكتومون داخل والفاسون الثانيه تخدم بكود بركة وتلصق للميساج علاش خاطر ساعات باش نهزو مثلا البلوك من تابلو كيما نقولو نصبوه في وسط ديكو البلوك هذاك الكل دي دوبل كود فيه لالينيومون بالدوبل كود فيه لي فالور بالدوبل كود دونك يولي اسهل لي نحط كود بركه دونك نولي نقسم في الميساج نتاعي معناها نلصق في ديشين لبعضهم ديشين للفاريابل واضح 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 كيف كيف بوغ لي كونستانت نجي نعمل ديفاين مثلاً نحط مثلاً variable نسميها أني ونحط فيها la valeur 2022 دونك لهنا variable أني هذايا باش نجم نلصقها ما نجمش نعيط لها في وسط الميساج كيلكو سوا الميساج بكود ولا بدوبل كود علاش علاش على خاطر لهنا الاسم نتاعها ديجا ماهوش ات معناها انا كي باش نكتب لهنا اني كما نقولوا ماهوش باش يعرف اللي لاني هذيا هي لا كونستانت اني باش يعرفها اللي هي اون طونك اون شين تبع الميساج نتاعي فهمت كيك سوا حتى كان يكتب دوبل كود او حتى كان الميساج تاعي دوبل كود لاني ما يديتكتيهاش نفس الحكايه دونك باش نجي لهنا نعمل اسباس باش نلصق لاني ايه تكون كتني وانا بالدو بوان هذيك كمان تلصق اي اي وانا غلط ماتش بوان فيرغول في لين 8 واضح 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 دونك كيما اي لانجاج دو بروغراماسيون باش نلقاو فيها لي ستركتور كونديسيونيل ولي ستركتور ايتراتيف معناها السي والسي نو والسولون ولي بوكل نتاعنا باهي دونك في البارتي بي اتش بي كي باش تعمل كومونتير تحط قبله دوبل سلاش كومونتير هذاك ليني بركه معناها انا كي نحب ليني الاولانيه كومونتير باش نعمل دوبل سلاش لي كومونتير ما يصيرلهمش ليكزيكيسيون كي نحب بلوك كامل دونك باش نعمل سلاش ايتوال واخر البلوك نعمل ايتوال سلاش معناها البلوك هذا يتحط اون كومونتير واضح واضح هذا علاش باش من بعد كي تبدا تخدم في الخدمه وتصير لك دي زيرور تحط دي بلوك اون كومونتير باش تعرف ليرور منين صارت دونك باش تبدا تتبع في ليرور منين صارت بالضبط دونك شوا سامبل ايف ما عندناش دي ديبو دي فان عندنا اكولاد اوفرونت واكولاد فيرمونت كيما الجافا بالضبط ونحط البلوك دو تريتمون تاع والا اف الس كيما باش نعمل سي سي نو كيما نجم نستعمل السولون اللي هي سويتش اللي هي في الجافا كيس اوف دونك سويتش نتاعي باش نحط لي كا les cas اللي تحطهم دو بوان وتحط قدامه البلوك
Monsieur le bloc, c'est pas le switch, mais... Smartex. Switch est selon. Selon qu'il y a des cas d'égalité. Andy ici, maintenant, fait des cas d'égalité. Je vais faire un exemple. Maintenant, là, on va dollar $M qui a valeur 1, maintenant. Je trouve que tout dépend de la valeur qui a dans le M. باش نافيشي شهر شكون ولا باش نافيشي شهر قداش فيه من نهار ولا فهمت دونك شنو نعمل سويتش الدولار ام هكا نحل الزاكولاد نتاعي يعني باش نحط الكا الاولانيه الكيس الاولانيه كانوا ا دو بوان نجم نعمل بليزيور كا مع بعضهم مثلا لهنا كانوا ا باش يخرج لي كيما نقولوا جانفي باش نكمل لي كيس نتاعي انسي معناها لهنا في ليكزيكسيون نتاعي باش نعمل لي كوب تاع جانفي باهي اهلا بركا نوريك دونك لهنا باش يخرج لي جانفي بويسك هذايا ا اذا كان الفالور هذايا 2 دونك في ليكزيكسيون نتاعنا ما عادش تخرج جانفي نجم نعمل كا تاع ديفولت ديفولت شو معناها؟ معناها اذا كان تستيت لي كا اللي عندي الكل اللي هي الكاسينو كان تستيت لي كا الكل نعمل ايكو مثلا نقول له موان كيما نقولوا اتوريت دونك لهنا اذا كان باش يحط لي الكا باش يخرج لي جانفي باش يحط لي اي كا اخرى باش يخرج لي موان كوريكت واضح انا باش ناخذ مثلا بلوزيور كا يعطيو نفس التريتمون مثلا باش نقول لهنا عندي 31 جور دونك لو شهر اللي فيهم 31 جور هما الكا ا الكيس 3 كيف 5 7 8 وي يا دونك تقعد تكتب في الكيس وتعاود حتى 12 2 بوان معناها لي تريتمون معناها كان الام ايكال 1 ولا 3 ولا 5 ولا 1 من هذا دونك يخرج لي 31 معناها انا كان لهنا ناخذ 5 شو اللي لا فيشاج نتاعي في 31 جور باهي ريتهم لي زيكو اللي ورا بعضهم اول حاجه يخرجوا لك لي سبين لبعض علاش على خاطر ماهوش بار ديفو ال اتش تي ام ال يرجع للستار نعرفوا الحاجه هذيا دونك اذا كان تحبوا يرجع للستار باش تزيد في اخر الميساج بي باك راوند باش تنجم ترجع غير للستار باهي لهنا توا في ليكزيكسيون علاش خرجت لي 31 جور وزادت خرجت لي موان كوريكت هو ديك دخل في كا منهم ما يقصش يكمل يتستي لي كا الاخرين الكل معناها كان انت زاد كاتب دوت كا لهنا مثلا كيس كات كيس نعمل كوب نقولو 30 جور كا دو باش نخليها مش نخدم على تو شفت لهنا اذا كان دخل في كا من لي كا يولي يخرج لي لي زوتر كا الكل الاخرين على ذكر لازمك تزيد بريك يعطيك الصحة لهنا اذا كان عمل ليكزيكسيون كان لقى دولار ام وحده من لي فالور هذم ولا هذم ولا تواصل كان لهنا نحط كا شوف كيف كيف فهمت اللي كان نتاعي كان لقى ايجاليتي مع واحدة منهم اوتوماتيكمون باش يفيشي لي فالور باش يخرج لك الكل هو وي كان حط 15 شوف كيف كيف دونك شو نعمل انا باش نجي لهنا نقول له كل ما تكمل تريتمون من لي تريتمون بعد هو باش تعمل بريك معناها تقص ليكزيكسيون نتاعي كيما ريتيرن فولد فهمت دونك شو اللي سي يولي لهنا باش يدخل كان في الكعبه الكوريسبوندونت نتاعو معناتها الكعبه اللي دخل فيها واكزيكوتيها ولقاها صحيحه يعمل بريك ويخرج بدل الفالور مثلا 5 شو اللي خرج لي 31 جور بدل الفالور 6 30 جور مفهومه واضح بيان سور ديما لي ميساج اون اتش تي ام ال يخرج توا باغ اكزومبل باش ناخذ الكا 2
حط 28 جو الكادو باش تعمل فيه دي في الكادو يلزم يزيد لاني دونك باش نجي لاني مثلا نحط لاني كيف لاني دونك لاني اول حاجه باش نعملها باش نتستي اي ولا ليه دونك شنو نقول له كيف لاني نتاعي شبه مود كات مود كات يقال زيرو يقال يقال زيرو عارف اللي قال واحدة كما في اللي لانجاج الاخر قال واحدة صيغة دوبلي جاف يقول دوبلي جاف في اش بي نورمال شو نورمال عادي ما عنده دوبلي جاف في اش بي دوبلي جاف هي اللي قال ليغاليتي اسمع ليغاليتي هي دوبلي جاف والرسوا يقال واحدة استعملوا فيها في البيتون في الجافا سكريبت وفي البي اش بي تا نفس أو إيجا أبزر أو عندك الكور شو لهنا تتلقى لي زوبيراتور تاش تستعملهم بلوس لموا لفوا و بورسون سور ليغال بوغ غوسوا دوبل ليغال وعندك لي زوبيراتور كيما جافا بلوس ايغال ولا موا ايغال كيما بيتون زيت فهمت دونك ديفيرون تكتب نوت ايكوال بوان ديكسكلاماسيون تاع النوت و ايغال و الاخرين تنجم تستعمل الاند اور ولا تنجم تستعمل الاند والدوبل بايب اللي هي الاو عندك بلس بلس لهنا ولا موان موان كيما في الجافا باش تزيد بلس ان ولا باش تنقص موان زان واضح دونك لهنا نومبر دو جور نتاعي اذا كان لهنا 28 هو مرة في الأربع سنين أمس طبعا يتولى هنا كم يخذ موعد مش العكس مسيو شام مش كي تقسم على الأربع بنتناس راح لا سين بعد نشوف. ده هنا دونك احنا بريك. طبعا علاش البريك هذه ما تعدتش؟ خاطر بعد لك ولاده؟ لا. لهنا لهنا شنو بقى اللي هو تنجم تحطها في ستاكولال اما لهنا انا عندي بلوك نتاع خدمه اي ولا ليه وبعده بريك دونك كي نحب عندي بلوك نتاع خدمه دونك كنا نجمو نكتبو بريك كنا نجمو بعد ليكو نكتبو بريك راه اما انا مش هذاك اللي نحب نوريك انا نحب نوريك مثلا كان جيت عندك انت بوك لهنا وفما خدمه لهنا فما تريتمون كامل باش تخدم دونك الكيس دو ما عادش فيها انستركسيون واحده باش اكزيكوتيها ويخرج احنا مش بار ديفو كي تبدا عندنا اون سول انستركسيون نجم نحيو الديبي والفان بيجين والاند نتاعنا اللي هما لاكولاد وفرونت وفيرمونت اي ولا ليه نعم في جافا مثلا في جافا سكريبت باش تنجم تعمل ايف وما تحلش الديبي والفان كي يبدا عندك انستركسيون واحده كيف كيف نفس الحكايه في بي اش بي دونك هذا سي توت ان بلوك مش نولي نحطو ما بين معناتها نحل لاكولاد فرونت ونسكر لاكولاد فيرمونت معناها راهو الكا دو فيها تريتمون هذا الكل فهمت كي نولي نعمل ليكزيكسيون نتاعي تولي تمشي كان في الكا هذيك فهمتني دونك كان نبدل انا 2024 مثلا اوتوماتيكمون باش تولي لي 29 جور واضح واضح كي تحب مثلا تابليكي دي باليز على الخدمه نتاعك هذايا تحب تابليكي دي باليز اما ما تحبش تقعد تعاود تكتب فيهم في كل كو تجي قبل الخدمه نتاعك نعمل لي كو مثلا الباليز هذايا باش نخرج لي دوني اللي باش نخرجهم في باليز هاش 1 باش يكونوا زاد هما بينا سونتري بعد ما نكمل خدمتي على روحي نعمل باليز كو نسكر الهاش 1 اللي تحلت الاخر نسكر سم واضح
دونك هو لي دوني نتاعي الكل اللي مشي تكتبو كلكو سوا من لي زيكو اللي تكتبو لهنا كلهم مشي تحطو اونتر لي دو باليز هاد مفهوم واضح خاطر هذايا من بعد ديما نزينو بها خدمتنا معناها كيما قلنا بارمي لي لونغاج دونك تنجم تلقى لهنا شفنا توا الايف والواك توا باش تعديو لي بوكل معايا البوكل الاولى هنايا هي البوكل بور فور لهنا البوكل بور تكتب بنفسها كيما في جافا سكريبت اما شنو نزيدو ان اي فاريابل باش نستعملوها نزيد عليها الدولار نزيد عليها الدولار فور اكزومبل انا لهنا شنو البوكل فور دولار اي بيان سور لهنا كيما نحكيو في اي لونغ في لي لونغاج هذوما اللي هما بيتون ولا جافا سكريبت ولا بي اتش بي راهم ثلاثة ما يمشيوش بالديكلاراسيون معناها ديريكتومون نافيكتي الفاريابل فالور اوتوماتيكمون ياخد تيب نتاعها واضحة شو معناها؟ معناتها لهنا مثلا نجم نعمل ايكو نحب نعرف انا الفاريابل اني شنو هو تيبها فهمتني؟ نعمل ايكو كيما نقولوا قبلها نعمل ايكو ونقول له get type تاع الفاريابل اني افيشي لي تيب نتاعها دونك لهنا باش يخرج لي ليا تيب اونتي كان مثلا لهنا نحطها بدوبل كوت خرج لي ستريك كان لهنا لهنا نتاعي مثلا نحطها فيرجول حاجه باش يخرج لي اللي هي دابل اللي هي تيب ريال معناها فهمت دونك يل ديتكت لي تيب تو ديبون من لي فالور اللي حطيتهم كيما في البيتون بالضبط وكيما في جافا سكريبت بالضبط سينون لهنا نجم نعمل سيت تايب نجم انا نفرض على الحاجه هذيك تيب معين فهمت معناتها قبل ما نستعملها نفرض عليها تيب معين شو قد نستعمل فيه مي بيان سور اذا كان بدلت الفالور مثلا كان فرضت عليها تيب اونتي بدلت الفالور نتاعك شين اوتوماتيكمون باش يمشي بالشين فهمت ما تنجمش تحطها بار اوبليغاسيون ديما خاطر في الاخر يديتكت لي فالور باهي عملنا الفور نتاعنا مثلا فور اي من الان اي انفيريور كيما نقولو لل دولار ان انفيريور لكار دولار اي بلس 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 معناها يزيد بلس ان كيما نجم انا نتحكم في البا نتاعي دونك باش نعمل ايكو نيميرو دولار اي كيما نقولو بعدها انفيريور جي لهنا باش تاخد دولار ان تحط فيه لا فالور 5 مثلا ولا لا فالور 15 دونك باش افيشي لي ليني اول فالور يبدا منها هي اول فالور حطيناها في الاي والبا نتاعي كل مره تزيد ان كيما نجم نجي جو شونج البا نتاعي دونك نقول له اي رسوا ولا بلوس ايكال 3 معناها البا نتاعي ولات تزيد ب 3 دونك اوتوماتيكمون من الان باش يتعدى لل 4 لل 7 لل 8 من بعد 13 باش يزيد 3 تولي 16 دونك فوتنا الفالور اللي باش نقفوا فيها فوتنا ال 15 اوتوماتيكمون يقف واضح معايا معاك نفس الحكايه كي باش تستعمل لي بوك الاخرين اللي هما الوايب اللي هي الدونك وعندي الدو وايب هي ريبيتي دوايل هي ريبيتي اما الكونديسيون تتكتب بالطون كو معناتها ما نقولوش ريبيتي جوسكا نوصل لحاجة بوزيتيف نقول له ريبيتي طون كو الحاجة نيجاتيف ما تخدش بوزيتيف فهمت معناها العكس نتاع جوسكا واضح الفرق ما بينات الدوايل والوايل انه الدوايل يدخل يخدم ليكزيكسيون بعد يتستي والوايل التستي ومن بعد ليكزيكسيون مفهوم دونك كيما قلنا عندنا جيت تايب باش نعرفوا بها تيب عندنا سيت تايب باش نحطوا لها تيب دونك لهنا تاع
تعطي اسم الفاريابل دولار حاجة وتحط له تيب اون طون كون شي تكتب فيها انتجر ولا دابل ولا سترينج ولا فهمت باهي. فما دي فونكسيون قلة وين باش نستعملوهم مي تنجم تستحقهم معناها في الخدمة نتاعك تبع خير باهي. اسكو استعملتو انت فال ولا فلوت فال ولا اس تي ار فال في الليسي ولا ليه مش مزيان ذكرش اللي هما كونفسيهاش وفال اللي هما الانت والفلوت والاستير متاع البيتون معناها حاجات بازيك نستعملوهم كي نبدا نحب نكونفيرتي حاجه باهي. اللي احنا باش نستعملوه معناها تنجم البارامتر تنجم تاخو شين والبارامتر الثاني الباس جينيرالمون احنا باش نستعملوها بارامتر برك البارامتر الثاني الباز اوزر بار ديفو يعمل لك ليكزيكوسيون في الباز 10 معناها كي ما نحطش البارامتر الثاني يعمل ليكزيكوسيون في الباز 10. بعدين مثلا لهنا عندي شين مثلا فور اكزامبل مكتوب فيها نمرو 145 نجي نعمل دولار اكس رسوا انتفال تاع دولار سي هاش نعمل ايكو فيها دولار سي هاش باش نلصق لها جيت تايب نتاع دولار سي هاش باش نعرف التيب نتاعو باش نلصق لها دولار ان دولار اكس اللي حطيناه جيت تايب دولار اكس دونك لهنا باش يخرج لي 145 تيب ها سترينغ اللي هي الشين الاولى والثانيه 145 تيب ها اونتي كان 145 هذايا مثلا فيها فاصل ريتو باش يخرج لهنا بالفاصل اما لهنا يهز لك كان البارتي اونتي كان فيها مثلا نعرفش انا شين معاه فهمتي باش تخرج بالشين اما لهنا يوصل حتى لي شين ديريكتومون ينحيهم يفسخ معناها يهز لك اول اونتي موجود وأول حرف يلقاه ديفيرون تيب اونتي ما يهزوش تفهم فيا معاك لهنا كي نعطي شين فيد باش تخرج لي شين فيد بويسكو ما تافيشيش وسترينغ وكي نعمل انتفال نتاع شين فيد بار ديفو باش يرجعها صفر بويسكو ما تتبدلش الشين هذيك دونك ما تعملكش الانتفال دي زيرو معناها كيل كو سوا الشين اللي انت كاتبها راه مش باش يعمل دي زيرو باهي. تو انا مثلا 145 لهنا باش يبدلها ديريكتومون في الباز 10 اي ولا لا نجم انا مثلا نستعمل نقول له احب 145 في الباز 16 فهمت دونك هو ديريكتومون باش لحظه بركه هنا نعطي انا الشين نتاعي في الباس 16 ونقول له راي في الباس 16 هو بار ديفو هو الانتفال ديال ما ترجعهم للباس 10 دونك نجم نعطيه حاجه بالحروف خاطر كي ما نعطيهش بار ديفو معناها باش تتبدل تيب اونتي معناها انا كي نحط بار ديفو هكايا اوتوماتيكمون لهنا ال A3 باش تجيني غلط علاش خاطر ما فماش شيفر عرفني من الاول اول حاجه عرفتني حرف دونك حرف ما يتبدلليش لونتي اوتوماتيكمون باش تجيني زيرو فهمت كي باش نحط له راي هذه الشين اللي جاتني في الباس 16 هو اوتوماتيكمون باش يبدلها للباس 16 مفهومه احنا انا جينيرالمون باش نستعملوها بارامتر برك كي نحب نحي الفاصل ولا كي نحب ناخذ كان لونتيي من الشين هذيك فهمت بعد ساعات مثلا انا مش رجعت حاجه من الباس وتحب تاخذ لونتيي الاولاني اللي مكتوب فيها فهمت؟ اي 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 نفس الحكاية عندنا الفلوت فال كي تحب تبدل ريال هاكا لي زيكزامبل موجودين وعندنا لي ستير فال كي يبدا عندي اونتي ولا ريال نحب نردو شيء
مفهوم؟ واضح واضح. تحب ترد وشين بيان سور، خاطر باش تستعمل عليه فونكسيون تابع الشين، ولا باش تعرف اللونجر نتاعو، ولا باش تبدل فيه كلمة ولا حاجة. واضحة؟ واضح معايا؟ دونك شفنا توا لي بوك المريدلين. لي فونكسيون نتاعي، دونك باش نعرف فونكسيون. لي فونكسيون نقولوا عندها دي زارغومون مش دي بارامتر، خاطر الفرق ما بين ارغومون وبارامتر انه البارامتر يتحط الاسم نتاع الفاريابل دو بوان والتيب كيما في الالغو، والارغومون كيما في البيتون نحطوا ديريكتومون الفاريابل نتاعنا ما نحطوش تيبها. فهمت؟ كيما تنجم تزيدها تيب، معناها كيما تنجم تحط لي هذيك راهي تاخذ حاجه دو تيب اونتي ولا تاخذ حاجه دو تيب شين. دونك اذا كان عملنا ريتيرن كيما في الجافا وكيما في البيتون معناها تولي فونكسيون، كان عملنا تريتمون بلاش ريتيرن اوتوماتيكمون تخدم بها كي البروسيدور. معناها لهنا كي عملت فونكسيون، عملت فونكسيون سميتها افيشاج فيها كان يكو، نعيط لها ديريكتومون الفونكسيون ما صبهاش في حاجه خاطر هي ما ترجعش. كان عملنا فونكسيون فيها ريتيرن دونك باش نصبها في فاريو، نصبها في فاريابل باش نجم بعد نلقى الريزولتا نتاعها. واضحه؟ واضح واضح. نشوف معنا اللي فونكسيون معنا في بي اتش بي داخلين في البروغرام نخدموا بهم. شو داخلين في البروغرام؟ لي سو بروغرام داخلين في البروغرام. ليك كمل. كمل به. خلي زابي بارتي معينة باش نبعت به. خليو البارتي الاخرانية تحكي على ال تحكي على الليزون بالسيرفر نتاعنا. به. دونك لهنا عندي دي فونكسيون، عندي دي فونكسيون حاضرين نستعملهم مع التيب شين. دونك هذوما لي فونكسيون اللي يخدموا على التيب شين. لي فونكسيون هذوما الكل راه موجودين في البروغرام. هذايا اخر فيرسيون تاع الكور تو نهبطها لكم من بعد. دونك لي فونكسيون الموجودين لهنا راك تخدم بهم في البروغرام، حيتك لي فونكسيون زايدين اللي تنحاو معناها. عندنا السب اس تي ار كيما موجوده في الـ في الجافا وكيما موجوده في الباس في الاس كيو اي اللي هي السوشين. دونك نعطيه الشين سورس نتاعي، شكون الشين اللي باش نخدم منها. نعطيه الديفو نتاعي ونعطيه الداتا قبل نفتحها. لي شين نتاعنا يبداو بزيرو. واضحة؟ واضح. دونك نعطيه الديفو معناها لاندي زيرو ولا ان ولا دو، ونعطيه قداش من حرف ماهيش من الي من قداش كيما في ال كيما في الاسكويل. عندي استير ريف تعمل لك الريفرس معناها تعمل لك الانفيرس نتاع شين. دونك نعطيها شين ترجع لي الانفيرس نتاعها. عندي ستير بوز اللي هي كيما الاندكس اوف اللي هي البوز بتاع العادي. دونك نشوف البوزيسيون تاع الشين 2 في الشين 1 ساشون كو الشين كومونس بار 0 سينون ترجع لك موانز 1 كيما البيتون بالضبط كيما الفايند بتاع البيتون. واضح. عندنا تريم تفسخ لي لي سباس بتاع الديبو والفان معناها اذا كان ناخذ شين انا مثلا لهنا ناخذ شين دولار سي هاش 2 فيها كيما نقولوا هلو مثلا عندي أربعة ولا خمسة اسباسات من الأول هلو برشا اسباسات برشا اسباسات في الأخر. كان نجي لهنا نعمل ايكو نتاع الشين نتاعي باش نحطها اونتر بارونتيز الشين باش يظهروا لي اسباس دولار سي هاش 2 نعمل بعدها دير نعمل تريم نتاعها تريم بيان سور تريم شو اللي اون طونك اون فونكسيون. دونك لهنا لازم نخرجها من الميساج او بيان نجي نعمل سي اش 3 رسوا تريم سي اش 2 كيما نجم نعاود نصبها فوق نفس الشيء معناتها ندخلو في سي اش 2. واضح؟ واضح. هو نحيت سباس زايدين
دونك لي سباس موجودين في الديبو في الفان باش يتنحاو من الشيء فهمتني ساشون كو لهنايا les espaces اللي كانوا من الاول هوني ما يظهروش برشا les espaces خاطر قاعد نكتب في الفورم معناتها بالتابولاسيون بالles espaces دونك يظهروا لك شويه les espaces مي فما ان espace au moins l'espace اللي من الاول ولا من الاخر باش ينحيه واضح كي بدا عندك des espaces في الوسط ما ينحيهمش لهنا بار ديفو الافيشاج باش يخرج لك espace برك اما هو اون جينيرال كان نافيشي لونغور الشين نتاعي معناتها وصل لهنا بار اكزومبل نجي نعمل قبل هذي استير لين دولا سيهاش دو شفت لهنا الشين نتاعي فيها 32 معناها لي سباس موجودين في الباركور نتاعك من بعد كي باش تحسب لي سباس باش يبداو موجودين جوست ما يظهروش في ليكو فهمت واضح كي نعمل اس تي ال تريم باش ينحي لي سباس اللي من الاول واللي من الاخر اش معناها توا لهنا انا كلمه هالو وورد قداش فيها من كلمه 10 ايوا لا ليه معايا اي معك 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 اما لهنا خرج لي 14 14 اليوم شكون هما اللي زي سباس موجودين هون في الوسط ما توصل انا لهنا ما سامش حط 7 8 9 10 اخري نعاود نعمل افيشاج نلقاهم 10 معناتها لي زي سباس اللي في الوسط في الافيشاج ما خرجولكش تفهم فيا ولا لا ما هما موجودين اما هما موجودين في الشيء اما لي سباس اللي من الاول ومن الاخر تنحى دونك عندنا ان تريتمون افير باش نجمو نحيو لي سباس هادو ساشون كو في البيتون ما نجمش نفسخ من شيء طبعا فيا كيفاش بقاو لي سباس ولا الافيشاج برك هذاك في الافيشاج برك اما الافيشاج برك خاطر الافيشاج اتش تي ام ال يلزم الاتش تي ام ال باش تزيدها برك الام بي سبيس اوكي فهمت معناتها باش يظهروا لي سباس في الهاش تي ام ال بالام بي سبيس اما ريالمون شين نحاول لي سباس اللي من الاول واللي من الاخر اما لي سباس اللي في الوسط راهم قاعدوا واضح باهي عندنا اس تي ار سي ام بي اس تي ار كومبار اللي هي تعمل لي كومباريزون ما بين دو شين ما نجمش نقارن دو شين ديريكتومون كيما في البيتون نقارن دو شين ببعضهم كي تقارن دو شين ببعضهم اوتوماتيكمون باش يقارنهم بالحرف الاول تبع فيا اي باهي الحكايه هذيا باش تلقاها في البي اتش بي باش تلقاها ان شاء الله عام الجاي في السي كي تقرا السي ما تنجمش تقارن دو شين ببعضهم ديريكتومون دونك عندنا فونكسيون حاضره نقارنوا بها لي شين لي سي ال كومبير نعطيها الشين الاولى والشين الثانيه ترجع لي فالور انفيريور ا زيرو كان الشين الاولى اصغر من الثانيه لونغور مسيو هو بلي قارن شين بالحرف بالحرف بالكوداسكي واضح واضح باه يعطيني حاجه سوبيريور زيرو معناها يعطيني نيجاتيف اذا كان شين الاولى اصغر من الثانيه بوزيتيف كان شين الاولى اكبر من الثانيه وزيرو كان لي دو شين قد قد قلت لك الحكايه هذيا الكومباريزون اونتر لي شين كي باش تقارن انت دو شين ببعضهم اوتوماتيكمون باش يقارنهم بالحرف الاول كهو فهمت واضح واضح لازمك يعطيك الصحة لازمك يعطيك الصحة لازمك تستعمل الكومبار عندي استير لين استير لين اللي هي تعطيني اللونجور نتاع الشين عندي استير ريبليس باش نعوض كلمة ولا حرف في وسط شين شين أخر دونك عندها تروا بارامتر استير استير 1 واستير 2 شنو تعمل؟ إل غومبلاس تو لي زوكورونس نتاع الاستير معناها أنا نعطيه الكلمة الأولى هذيا الاستير نقول له مثلا بار اكزومبل ناخذ مثلا ناخذ الشين تاع 3 فيها كيما نقولوا
pas de silence. Monsieur, pour le retour de SRCMP. Monsieur. C'est pas fait. Retour de ça en entier. Il y a négatif, qu'un l'eau là, c'est vraiment fini. Il y a positif, qu'un l'eau là, c'est vraiment fini. Il y a zéro, qu'un pas de frappe. D'accord. Changez la nette, tu vois, maintenant, on a les coûts, le chaîne d'air. Donc, je n'ai les coûts, le dollar CH3. J'ai un peu le CH3, j'ai un peu le replace. J'ai un peu le back. Donc, le back, je vais changer le كلمه يعني مش باين تحط مسيو اسم شو اسمه اسم الشيء من الاول اللي هي سي اش 3 انا كقرا الوحده قدامك باش نعوض الاس تي ار اللي موجوده في الاس تي ار 2 بالشين اس تي ار ا دونك نعوض كلمه بار كلمه بار 2022 فهمتني في الشين سي اش 3 اي فهمت خلاص عاود نعمل لي كون تاع شين سي اش 3 دوني نعاود نصبها يا في نفس الشين يا في شين اخرى خاطر سي اون فونكسيون دونك نصبها في شين 4 لا سي بون شافي شي شين 4 فهمت بوسكو هي سي اون فونكسيون دونك باش يا نعاود نصبها فرد نفس الشين نعاود نصبها في الوقت خاطر انتم على هنا ما تقراوش الباساج باساج بار فاريابل معناها في الات اللي نستعملوا فيها في البيتون ما تقراوهاش في البارتي بي اش بي موجوده هي اما اللي تسمى باساج بار ادريس تدخل فيه بوانتور وحاجات اخرى اللي انتم ما تقراوهاش مفهومه هذه؟ مفهومه عندي اس تي ار 2 اذا كان نحب نردها كلها ماجيسكول واس تي ار 2 اذا كان نحب نردها كلها ماجيسكول مينيسكول وعندي اورد باش نعرف كود سكيم تاع الحرف نتاعي ام سي اش ال العكس نتاعها واضح واضح باهي في ال شكون يقول لي الاورد في ال في الجافا كيفاش الاورد لحظه بركه في الجافا الاورد كيفاش ناخذوه بخير شاركوا الحاجه هكا فازك شاركودات شاركودات دونك عندي شارات باش نكسيدي البوزيسيون شاركودات باش ناخذ الكود نتاعها شاركودات تحط الكود هكا شاركودات تعطيك الكود اسكي شاركودات وكي مين نفكر شاركود الحاجه هذا مفهوم ريغلا مفهوم واضح على الشين دونك عندنا لي فونكسيون هذوما في لي تابلو عندنا دي فونكسيون نجمو نستعملوهم كيما هذوما مي جينيرالمون ما عادش قاعدين تخدموا بهم انتم خاطر التابلو تنجم تتعامل معاه باللي فونكسيون اللي هما ريزيت ترجع لك لو بوينتور او ديبو بوز ولا كورن تعطيك لو بوينتور وين واقف كي باش تعطيك لانديس كورون معناها في لانديس كورون ينجم يكون لانديس بالنوامر ولا لانديس بالاسوسياتيف معناها اسم الشون نيكس باش تتعدى البوانتور اللي من بعده بريفيو اللي قبله واند باش تحط البوانتور في الفان نتاعك سايز اوف ولا كاونت تعطيك نومبر ديليمون تاع تابلو معايا معاك اي وعندي سورت وريسورت باش تعمل تري ولا تعمل تري كرواسون ولا دي كرواسون وعندي كي سورت وري كي سورت اللي هما يرتبوا لك باللي زانديس خاطر احنا مش قلنا قبل اللي لي زانديس تاعنا نجموا ناخذوهم نوامر ولا نجموا ناخذوهم اسامي معناها دولار تي دو اي دي تي دو نون تي دو دراشون دونك نجم نرتبهم باللي فالور الموجودين كيما نجم نرتبهم باللي زانديس معناها سولون
selon l'ordre alphabétique في الكرواسون ولا في الديكرواسون تاع لي سيمي تاع لي كاز اللي عندك مشو مشو عندي سؤال في كي شرحت لاي اي اليمون في شين مثلا في الباك انفو هذيك تعيط مثلا الاولانيه كيفاش نعيطوا لها ما هو انت كامات ايكو سي اتش 3 او سوا باك انفو كيما الالغوريتميك سي اتش 2 حاجه ما نحطوش قبل دولار قبل سي اتش بيان سور تنجم تستعمل فاريابل بلاش دولار هذاك ميرسي بعدين نحب نعيط مثلا للحرف الاول هذا اي سي اتش 4 2 0 بيان سور لهنا سي اتش 4 2 0 شو لحظه بركة معايا مش خرج كل الحرف لو دوك انت مش تبدأ من الكعبة بالكعبة من هذا وما تاخذ اللي حاجتك به بيان سور باش يخدم على الشين نتاع ريبليس مش باش يخدم خاطر سي اتش 4 معناتها سي اتش 4 5 مثلا باش تعطيني الزيرو نتاع ال ولا 2 باش تعطيك بوجها في ساعة تاع 2022 مالك جرب ترا شوف توا مرسي مسيو شكون هذا صغاي ما كانش في باش عطيك ما تباس نون مش مليك 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 عارا هو لك مليك بيه بتعدى بتعدى تو نحكيو على اللي تابلو معايا اما لحظه مسيو كنت اصلا فاهم دوك انت باش تستعملوها ولا هذا تعرف نحب تضيع الوقت ليه ولا بالرسم حكيت ليه هي تاعك تاع التابلو راه تاع لي تابلو راه الريسيت وال لي فونكسيون الاخرانيين لا قله وين باش نستعملوهم جوست انا وريتهم لك باش نوريك بهم الباركور كيفاش يصير اه واضح واضح لهنا توا باش نجي نحكي على على لي تابلو دونك لي تابلو soit les tableaux fermes hashtin soit les indices numérotés soit des indices associatifs شو معنى les tableaux c'est un de plusieurs façons باش déclarer بها donc نجم نجي تاسع تابلو directement في الكاز نمبر 0 نحب نحط la valeur كيما نقولوا valeur 145 بعد في الكاز دولار تي الكاز نمبر 1 نحب نحط الفالور كيما نقولوا 25 انسي مثلا باش ناخذ نعبي 3 كاس لاني كيفاش تعمل الكو نتاع دولار تي نتاعك تبعني باش يخرج لي الري علاش خاطر كيما نعرفو التابلو ما نجمش ديريكتومون نافيشيه دونك يلزمني سوا نباركوريه نتعدى بالكاز بالكاز وكل كاز نافيشاه سواء جاكسيد الكاز معين نافيشاه اش معناها معناتها انا لهنا باش نجي فور دولار اي يبدا من الزيرو خاطر التابلو ديما من الزيرو دولار اي انفيريور يا سواء نقولو انفيريور لونغور ديريكتومون ولا انفيريور ايكال نجم نقولو انفيريور ايكال دو اللي هما دو كاز ولا انفيريور ديريكتومون لتروا ولا inferior للsize of عندي size of ولا count دو فونكسيون فهمت علاش نوريك فيهم باش اوموا تعرف كي تباركولي تابلو كيفاش تخدم هاي هذايا باهي هذايا دونك هذايا تعطيك تايم تاع التابلو اللي احنا ما عندناش منها في لي لونجاج الاخرين وي هنا ديما راهي ديما تصير الغلطه هذايا يعمل دولار تي دو اي راي دولار تي دو دولار دو اي فهمتني باش نزيد لاصقلها بيت باش لي فالور ما يجيونيش لاصقين لبعضها باش نزيد مثلا ميساج من الاول نقول له كيما نقولوا لاكاز نيميرو دولار اي ايكالا وما فيش الفالور نتاعها دونك توا تولي لي فالور نتاعك تخرج لك كيما هو معايا لي تابلو هذوما اللي بداو لي زانديس نتاعهم هكا نوامر تسميو لي تابلو نيميروتي نجم ديكلاري بالفاسون هذا كيما نجم ديريكتومون اوزر عندي بلوزور فاسون
نجم ديريكتومون نجي نقول له دونر تي ايغال اري هي فونكسيون حاضره ونحط لي فالور مثلا لي فالور اللي كانوا عندنا 145 156 ليكزيكسيون تقعد نفسها ريتها معايا معناها كي نحط دي فالور ديريكتومون التابلو نتاعي ياخذ تابلو نيميروتي بالنوامر معايا معاك معاك كان فشلت ولا تعبت قول لي معناها سينو خل نكمل لان نحب نكمل بارتي نعملو بوز وبعد نرجع نخدمو الابليكاسيون مع بعض علي سافو مسيو باه دونك لهنا كيما قلت لك سوا عندك الفاصون الاولى سوا الفاصون الثانيه سوا الفاصون الثالثه نزيدو دي زانديس اش معناها نزيدو دي زانديس باه نجي لهنا نقول له مثلا راهو هذايا لانديس نمرو صفر نجم نحطها ديريكتومون خاطر اونتي ونحط الفالور قدامها لانديس نمرو واحد نحط الفالور قدامها نقول لك وين مش نستحقوها هذه الحكايه نتحقق تبدا عندنا هذيك يسموها لي زانديس ولا يسموهم ال A ولا ال B ولا ال C اي بالاسامي دونك لهنا مش تحطهم سو فورم دي شين هذا يوليو اسامي ولا لا معايا مش يقعدوا يخرجوا كيما هما اما اذا كان انا باش نبدل A B اوبا راح الغالي بوليت مش همو يعمل سيه فاخده لا يا سيه يا سيه جستينا زلت سكر شفت لهنا بشي وان يقول لي راو الانديس زيرو ما عنديش منه عليش خاطرين المكسي دي بتي دو زيرو ايو لا ليه معايا هذيك يبدا او نيفو بي اتش بي بركه نجم الباركور تعملو باللي فونكسيون اللي حكينا عليهم فهمت برمي لي فونكسيون نجم الباركور اللي هنا خلاص راهو جوست اللي كنتي باش تفهم الكونسيبت معناها ماكش باش تستعملها ياسر الحكايه هذي نجي نقول له هاو دولار اي خذو وهاو الدولار فالور اللي باش تجي ايغال فونكسيون اسمها اتش دولار تي فونكسيون اتش كيما فيتش معناها هذوما سو سون دي فونكسيون اي باركوريو دي تابلو تبع فيا الليست هذايا باش ترجع لي من كل فالور كل فالور عندها انديس نتاعها وعندها فالور هاي ولا لا شو اللي رجع لي هنا ما عادش باش نقول له دولار تي دو اي شو اللي نقول له دولار فالور هاو خذي الانديس لهنا وخذي الفالور لهنا في الافيشاج نتاعك يولي يخدم لك صحيح هذوما لي دو فاسون اللي تنجم تباركولي بهم باش تنجم تخرج اسامي كي يوليو اسامي كيما هكا يتسمى تابلو اسوسياتيف لي نون اسوسياتيف مفهوم واضح زي ما فهمتش بلك دي فاست وايد ليست هذا يعني قلت لك هذه راهو جوست ماكش باش تستعملها راهو جوست انا حبيت نوريك اللي لي اسوسياتيف هذوما ما ينجمش تخرجهم بالبوكل بور العاديه فهمت الفاسون هذايا باش يولي يبدا يباركوري لك في التابلو وكل ما يقف في 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 فالور من التابلو شو يلقى عندها يلقى عندها انديس ويلقى عندها فالور اي ولا لا الفونكسيون ليست تاخذ صب الانديس في البارامتر الاول والفالور في البارامتر الثاني كي نولي نافيشي الانديس والفالور باش يولي يخرج لي لافيشاج هذا الانديس نتاعك والفالور نتاعك واضح مش لقيت شنو تعمل تباركوري تابلو دكا مش تباركوري راهي هي الواي اللي تباركوري ما هي تهز لك الدوني من التابلو تقولي لي هي واقفه فيها مش قلت لك التابلو كيما الفيشي
معناها فيه بوينتور يقفل في الفالور الاولى ويتعدى بالكعبه بالكعبه. علاش؟ خاطر لهنا اللي تابلو اللي احنا نقراو فيهم في في البارتي بروغراماسيون نيميروتي يمشيو كان باللي زانديس نوامر، لهنا ينجم يمشي لي باللي نو بالاسوسياتيف. فهمت؟ يولي يمشي لي بالاسوسياتيف، نولي لانديس ما عادش نجم نمشي 0 1 2. فهمت؟ خاطر توا نغزل انا حطيت لك منظمين هذوما، انا نجم نكتب هذا مثلا باك ان فو اسمها، وهذا اسمها كاتريام سيونس، والاخرى اسمها باك مات مثلا. دونك ما عادش عندك دي زانديس منظمين ولا مريكلين ولا حاجه، اما باش يقعد في الباركور نتاعك يقعدوا يخرجوا كيما هما بنفس النظام. ديك معناها يعني انت ما تحطيش كيف عليها دونك نون فان فيشي ولا هكاك عباره دونك نون فان فيشي اللي هي نفس الفاسون هذايا باش تستعملوها من بعد بالفونكسيون ماي سكريت فيتشر ري. ديك ميرسي بوكو مسيو. حتى دونك لهنا كملنا لي تابلو، حكينا على ال 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 بعدين توا نجمو نحكيو على البارتي نتاع الباز دو دوني. طبعا فيا باش نمشي نحل فرونت بيج، باش نصنع فورمولير في الفرونت بيج نتاعي، باش نعمل انسيرسيون تاع زون دو جروب، باش نجي في وسطها هيا باش نعمل شون سيرسيون تاع زون. نعمل كليك دروات نسمي الفورمولير بتاعي F، نقول له راهو F هذايا باش يعيط للباش second page PHP. نمشي نسجلو معاها فرد واحدة هذا مهو ما فيهش بي اش بي جوست فورمولير تاع اتش تي ام ال على روحو. باش نصنع توا باج اخرى هذايا الفورمولير نتاعنا، اي حاجه باش نتابيوها لهنا باش نحاولوا نبعثوها للبي اش بي. L'interaction ma bin les pages, si y a un trip, l'action t'a. Donc, en l'action t'a, il y a la page PHP, il y a la second page interne. Je suis là un trip, le formulaire interne, il y a un F. Ben la méthode, ben la méthode post. Voilà. Maya. Marc, Marc, monsieur. Donc, a une valeur, je suis là, je suis le formulaire là. باش تتصب في 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 تابلو في البي اتش بي، تتصب في تابلو اسمه بوست ولا اسمه جيت، تو ديبون من الميثود اللي انت استعملتها. دونك لي فالور الموجودين مثلا هنا باش نزيد ان اوتر شون كما نقولوا، هذا باش نسميه تي هكا تي 1 هذا وهذا تي 2. لي فالور اللي باش نكتبهم في لي شون هذوما باش يتبعثوا في تابلو اسمه بوست نكسيدي لو بدولار تيري با بوست اون ماجيسكول. دونك ريكوبيراسيون تاع الكونتوني دو فاريابل ابارتير من الفورمولير، يا دولار تيري با بوست واسم الشون، يا اما دولار تيري با جيت واسم الشون. واضح؟ واضح. نشوفوا توا شنو هي الفرق. نحل باج جديده اللي هي باش نسميها سكند بيج بي اتش بي. الباج هذايا تاعنا نجم نحط فيها الكونتوني هذايا المقبيله بالشارسيت وبالميتا وكل شيء. مسيو احنا لقيت لك ثاني نعملوها كي باش نعملوا سوبريسيون. اي لي زيكزامبل الاكثر استعملناهم في سوبريسيون احنا. سوبريسيون باش نطلع لنا الفوق معناها باش نعرف. هو مش نعملوا فيها بخاطر باش يطلعوا لنا الفوق راه. نعملوا فيها خاطر ما عندناش حل اخر. علاش؟ خاطر انت كي باش تعمل مثلا تو كان جيت باغ اكزومبل كان جيت قلت لك اكتب لي نمرو بطاقه تعريف السيد اللي باش تفصفه بالجيت ولا بالبوست؟ بالجيت. بالبوست. بالبوست. علاش؟ واحد سيكوريزي اكثر من الاخرى مسيو.
هي خاطر البوست ما طلعش في اليوريل فوق هي البوست سيكوريزي خاطر لي دوني ما يخرجوش في اليوريل يتعداو في فلو سبيسيال نتاعها الجيت لي دوني يخرجوا في اليوريل معناتها انا بالبوست مش ما يطلع طبعا هذه ماهيش بال مثلا انا حليت جوجل باهي جيت لهنا في جوجل مثلا كتبت كما نقولوا هلو اسكو هذايا حاجه سيكوريزي اللي انا كتبتها ليه على خاطر اي واحد ديجا بجنبي ولا بحدايا باش يشوفها سي تاعو شيخش بخيتو كي نعمل ريسيرش في جوجل نجي لفوق في الليان نلقى سيرش كيو معناها الركيت نتاعي مكتوب فيها هلو وورد فهمت معناتها انا جو بو شانجي الميساج هذايا عن طريق الواحد معناتها نجي لهنا مثلا نقول له باك بلس انفو كل كلمه نعمل جاما بلس نعمل اكزيكسيون شانجينيفي باك انفو طبعا فاينه هذايا بالجيت بالبوست لهنا علاش هذايا بالجيت بالبوست وقت اللي نبدا باش نعبي فورمولير والفورمولير هذاك باش يتعدى لباج اخرى دونك انا كي نحب نكتب مثلا كان انا عندي شون الشون هذاك باش نكتب فيه نمرو بطاقه تعريف نتاع شخص نفصل دونك مادام انا تابيتو النمرو كي باش نعمل لوكي لي دوني نجم نبعثهم بالبوست كيما نجم نبعثهم بالجيت اي ولا لا tout dépend de sécurité معناها كان انا النمرو هذاك نحبو اسي كونفيدونسييل ما يكسيدي له حد نمشي بالبوست كان ما يقلقش النمرو هذاك معناها اي عبد ينجم يتابي النمرو ولا يعدي بالجيت باه وقتاش اوبليجي عليا نخدم بالجيت وقت اللي نبدا عملت ليست تاع افيشاج وقدام كل شخص خرجته فما ليا ننزل عليه يفسخ طبعا فيا كي باش ننزل على ليان كي باش ننزل على ليان اسكو ليان هذاك باش يعبي فورمولير ويبعثه للبي اتش بي لا باش يعيط ديريكتومون للبي اتش بي اي ولا لا دونك تابل بوست ما نجمش نعبيها فهمتني ولا لا والكونتر نجم نجي في ليان الفوق نزيد لي دوني اللي نحب نعديهم اي ولا لا مادام انا عندي ليان باش ننزل عليه يهزني الباج اخر نجم في وسط ليان نزيد لي بارامتر اللي باش نعديها شنو سي تعاودي الفكره شويه غير قريتو من جافا من عام نيور اي من البورتي تاع الاتش تي ام ال قريتو فهمت مسيو ما جوست شويه برك فاس بريسيون تو انا عندي فورمولير هذايا الفورمولير هذا باش نمشي نحلو نكتب هوني مثلا اي حاجه فور اكزامبل كي نعمل انفوي باش يتعدى لي السكند بيج اي ولا لا اما ماهوش باش يعطيني حتى دوني خاطرو بالبوست اذا كان انا ندخل للكود نتاعي ونبدل الميثود جيت باش نعمل انفوي باش يولي يعطيني شون اسم الشون تي 1 شنو هو الفالور اللي مكتوبه فيه انت اسم الشون تي 2 وشنو هو الفالور اللي مكتوبه فيه فهمت وميم حتى البوتون اللي نزلت عليها يعطيني البوتون شنو واضح واضح كي انا نفيش ليست تاع كلام ذا قدامي باش نعمل بوتون بجنبهم كي ننزل على البوتون ولا على اللين هذاك ليان بجنبهم ولا بوتون كي ننزل عليه يفسخ لي شخص تفهم فيا اسكو كي باش ننزل على ليان هذاك ولا البوتون هذاك انا باش نعبي فورمولير لا دونك اسكو نجم نعبي الدبل بوست لا بون فما دي ميثود نجم نعبيو بهم الدبل بوست بسكريبت مي انتو ما تخدموش بهم ما تخدموش بهم واضح دونك انا مادام ما نجمش نعبي الدبل بوست شنو نولي نعمل؟ نولي أنا مثلاً مش ننزل على ليا اسمه supprimer.php نجي نزيدو point d'interrogation
اسم نتاع شون ولا اسم نتاع فاريابل معناها باش نعدي فيها دوني ونحط الاي دي نتاع الشخص ولا الاسم نتاعو باش ننجم بالدوني هذيك نفسخو. فهمت معناها كي تبدا باش تفسخ عبد عن طريق فورمولير فور اكزامبل الدفوار اللي خدمناه مش الدفوار الثاني اللي خدمناه مش تخرج لي ليست دي رولونت فيها لي اي دي نتاعي وانا نختار واحده منهم باش نفسخها ولا باش نبدلها. دونك هذاك النجم بالجيت ونجم بالبوست. بالبوست علاش خاطر انا ديجا باش نختار واحد وبعد نكونفيرمي الفورمولير دونك الفورمولير باش يبعث في الدبل بوست الاي دي اللي اخترتها. اما كي يبدا ليا ما عنديش البوتون نتاع سبميت باش تعيط الفورمولير. مفهومه النوسيون ولا لا؟ مفهومه باش نخدموها احنا كاكزومبل. توا لي دوني هذوما باش نجم نريكوبيريهم نجم نريكوبيري لي دوني هذوما كان عن طريق التابل بوست ولا جيت. دونك باش نجي في الباج نتاعي لهنا باش نقول له دولار مثلا تي ا رسوا دولار تي با بوست ان ماجيسكول نحط اسم الشون تي ا و تي ماجيسكول على خاطر السيمي نتاعهم هكا في ال HTML. باش نعمل ايكو الفاريابل تي ا اسباس لهنا توا مش باش تتعدلي. علاش شكون يقول لي علاش مش باش تتعدلي؟ خاطر الفورمولير خديناه بالجيت و خاطر الفورمولير بالجيت وهذا خديناه بالبوست. دونك اوتوماتيكمون لهنا باش يقول لي راه اندكس تي ان ما عنديش منه. دونك باش نمشي نرجع الفورمولير نتاعي بالبوست دونك لهنا باش يولي يخرجوا لي لي فالور. Dans le cas où les valeurs je vais les en vide, kif peux je sortir les affichages. Oui, maintenant je me tire les erreurs. D'abord, là, les valeurs, si je les laisse en ferrine, je vais garder les champs vides. Je vais afficher les valeurs, je vais trouver la longueur au zéro. Quand j'ai le formulaire, par exemple, نجوتي كيما نقولوا انسيرسيون تاع كازا كوشي اوبسيون 1 اوبسيون 2 اوبسيون 3 هذوما لي سيمي نتاعهم سي 1 سي 2 سي 3 و سي 3 نجم لهنا طبعا لحظه بركة je récupère l'option l'oumlenaya ni haya dollar tiré cost passé 1 passé 1 le coup passé 1 هو لهنا إذا كان أنا نعبي الفورمولير بتاعي ونختار لي تروا زوبسيون كي نعمل انفوي باش نعطيني يا دكتور سي ان اوبسيون لهنا راه ما يعطيكش التكست راه ديما يعطيك الفاليو اللي مكتوبه. هذاك علاش كل اوبسيون ولا كل كازا كوشي ولا كل ليست دي رولونت نكسيديو للفالور نتاعها ونبدلوها. دونك شنو نقولوا هذا لوبسيون 1 هذا اوبسيون 2 ها
دونك لي فاليو اللي نكتبوهم لهنا اللي هما من بعد احنا عن طريق الكود نجوتيهم ديريكتومون في الفاليو اذا كان انا لي زينبوت هذوما باش نجيبهم باش نجيب لي فالور نتاعهم من الباس دونك نجي للفاليو هذايا ونحط لها الفالور خاطر هذه هي اللي ريكوبيرابل التكست اللي مكتوب ما يتريكوبيريش دونك كيفاش نعاود دونك لي فالور اللي باش يجيو هما لي فالور اللي تكتبوا في الفاليو واضحه هذه خاطر لي فالور هذوما جينيرالمون بعد كي يبدا عندي دي ليست تاع سيليكسيون لي اي دي اللي باش نحطهم في الفالور خاطر التكست ما يتريكوبيريش تريكوبيرا كان الفالور المكتوبه دونك ريكوبيري الفالور اللي هي باش تكون لاي دي جينيرالمون تاع الحاجه باش نجم نمشي نلوج عليها في الباز ولا نفسخها ولا نبدلها ولا نعرف شنو نحب انا تو ديبون من التريتمون اللي موجود قدامي لهنا تو كي نحكيو على لي زوبسيون اللي رجعوا لي هذوما اذا كان نبدل تو بعد نوريك شنو باش يصير كان انا ناخذ الاوبسيون الثانيه ماهيش متعديه تبع فيا كي نعمل انفويي السي دو ماهوش باش يعرفها علاش خاطر في لي كازا كوشي اذا كان فالور ما كوشيتهاش ما تتعداش في البوست ما تتعباش خاطر تو الشون كي تخليه فارغ يتعدي لي فيد جيني لا فالور نتاع الفيد دونك نجم نافيشها لان باش تولي لي كيرور دونك جينيرالمون لي زوبسيون لي ليست نتاع سيليكسيون والحاجات هذوك نتستيوهم قبل ما نستعملوهم طبعا فيا ولا لا اش معناها معناها ما نستعمل دولار بوست نتاع سي ان الا ما نتستيها باش نتستيها عندي فونكسيون حاضره اسمها اي 7 الفونكسيون هذايا نتستي بها اسكو الفالور اللي باش نحطها اون بارامتر اسكو معبيه ولا لا معناها اسكو فيها فالور ولا لا كيني معبيه تو نعبي سي ان بالفالور هذيك كاني لين نجي نعمل سي ان بار اكزومبل شين سي ان تاعي شين جيت ولا حطينا شنو نحب تو ديبون خاطر انا تو سي ان باش نعاود نستعملو من بعد فهمتني او بيان نجم نجي نصنع شين فارغه تبع فيا نصنع شين فارغه ونقول له كان الدولار بوست موجوده باش نزيدها لك الشيء باش نقول له دولار سي هاش رسوا دولار سي هاش بلس دولار بوست نتاعي بلس مثلا كيما نقول ونفس الحكايه سي دوبل بوان مش بلس نفس الحكايه باش تعاودها على الاخرين أنا أي واحدة موجودة يزيدها كان مش موجودة مش باش يزيدها شو عندك 3 بلس 8 دونك لهنا توا يولي ما عادش يخرج لي تزيرو علاش خاطر كان اي 7 فيها فالور موجودة معناها الشون هذا أبختيا للتاب البوست كان موجود طيب يزيد وكان مش موجود ما يزيدوش للشين متاعي اللي مش نفي شيء مفهومة ولا لا مش نستعملوها هذه فما دورات تعباك جيت فيهم حاجة كيما هكا فهمت توا أنا من قبل لوج عليك فيش باش نفيريفي نشوف كل شيء توا كان بدلو هذا بالجيت لازمني نبدل هذوما كلهم جيت كيف باش نبدل بالجيت لهنا توا الوحدة تاعي نختار الاوبسيون الأولى والثانية والثالثة كي نعمل انفوا شو نلقى تي 1 و تي 2 نقدم القدام نلقى سي 1 نلقى ديريكتومون سي 3 بعدها معناها سي 2 ديجا ما تبعثش جمله مادام ما تختارش ما تبعثش هذاك علاش البارتي قبيله تعمل لي فيه فهمت
دونك فما دي باج فما دي باج اللي انت باش تستي جيتك بالجيت ولا جيتك بالبوست صافا فيا وي فينك مثلا باش نسمعوا احنا ابليكاسيون تعبي كلام ذا وما نعرفش شنو باش نسمعوا فيها deux options option تعمل افيشاج نتاع كلام ذا الكل وليا اخر يفسخ تلميذ باهي اما عندي شوا عندي شوا نفسخ التلميذ بالفورمولير ولا نفسخ التلميذ بالليان تبع فيا اي مسيو اذا كان مش نفسخ بالفورمولير معناها باش يجيني بالبوست وإذا كان مش مفسخ بال بال باليام على بشي جيني بالجيت دونك انا مش زاد معقول اني نخدم دو باج نتاع سوبريسيون اللي هي في الاخر تفسخ نفس الشخص دونك شنو نعمل باج واحده وباش نتستي اسكو الاي دي نتاعي جيني بالجيت معناها نعمل دولار جيت نتاع الاي دي ولا دولار بوست نتاع الاي دي مريك مفهومة معايا شنو شنو المهم نعرف ان واحد يخدمنا بها احنا كي واحد يعمل الكود نتاعو نتاع خدي ما سمعتنيش في اللي حكيته وانا طول البروبوزيسيون اللي عطيتها سمعت اما ما سمعتش اللي نجم نفسخو باليان ونجم نفسخو بالفورمولير ليه فهمتك مسيو اما مسيو فهمتني معناها عندي بوست وعندي جيت عندي زوكس اما ما نعرفش انا الكليون نتاعي مش يفسخ بالفورمولير ولا مش يفسخ باليان فهمت؟ دونك انا باش نعمل تريتمون واحد يفسخ طبعا فيا تريتمون واحد يفسخ ونعيط له مع لي دو باج الباج اللي فيها فورمولير باش تبعث لي بالبوست الباج اللي فيها ليا باش تبعث لي بالجيت باهي هكا دونك لهنا هذايا لاكسي كيفاش ناكسيدي الحاجه من معناتها الحاجه من الفورمولير نتاعي هذا هي واضح واضح مسيو نجمو نتعداو البارتي نتاع الباز ايه توا في البارتي نتاع الباز في البارتي نتاعك لهنا خلينا نشوف هذا نفسي ولا بقى خلينا باش نخدم على نفس تقديمه دونك لهنا ريكوبيريت انا لي دوني نتاعي فهمتني ريكوبريت لي زوبسيون تاعي الكل في بلاصه ملي باش نعمل لهم ميكو باش نمشي نكتبهم في الباز باهي دونك انت باش تمشي تحل لي زي بي اش بي تم كرياسيون تاع الباز تاعك ادمينستراسيون باش نعمل شنو عندي مشكل في لي زي بي اش بي ما عرفتش شنو هي ماي فيرست داتابيز اش بي اش بي المشكل ما حبش يتحل لي بعث لي يقول لي دي زورور فسخته على سميتو يعطيني ايرور نتاع بارامتر يا كوريكت 87 و لو فيشي سبيسيفي انتروفابل 2 جوجليها وصخته انتي بورتاتيف ولا بيروتيك بورتاتيف جيبو معك سيانس جي نشوفو ولا ولا من بعد في الليل تنحل انا وياك ديسكورد ان راهو كان يخدم امور مريقلة مسيو انا قلت لك راهو فما برشا راهو اوزر لي ينجم برشا انواع نتاع مشاكل راهو ينجم الانتي فيروس بلوكي لك البور ينجم صبيت سكايب ما عادش يخدم لك ينجم فهمت معناتها لازمنا نشوفوا ليش بالضبط باهي طبعا عملت انا باز دوني عملت فيها تابل اليف باش نحط تابل اليف عنده اي دي عنده نو عنده برينو وعنده اوبسيون باهي باش نحط وينو دي بي باش نحط هذوما الكل بون هذايا اونتي والباقي الكلهم دي شين لي شين هذوما باش نحطهم 25 الاوبسيون باش نحطها 30 باش نجي نختار الاولاني كلي بريمير وفي الاكسترا باش نحط اوتو وانكريم معناها بار ديفو يزيد بلس 1 يزيد بلس 1 باهي عملنا سوفغارد نتاعنا هذا هي التابل اليف مازالت فارغه باهي
ريكوبيري ترى توا باش نمشي جوست نرجع الباج اتش تي ام ال نتاعي. Version thin, descend. Version thin, je les formulaires d'œil, donc vous le voyez à l'année. نرجع عبينا مثلا نحن ما نعرفش كان باش نختار دو اوبسيون مثلا هذو دونك لي اوبسيون اللي باش نختارهم يعني ساعه احنا خليناه بالجيت نورمالمون باش نرجعو بالبوست دونك اذا كان نختار لي دوني باش يتبعثوا للباج هذه شنو اللي باش نعمل اول حاجه ديما عندنا مراحل الاولى هي سي لا كونيكسيون كونيكسيون للسيرفر باش نكونتاكتي السيرفر تاعي دونك كونيكتي ماي اس كيو ال كونيكت دونك هذه هي اول واحده نستعملوها ماي اس كيو ال كونيكت باش نستعمل فيها 3 بارامتر جينيرالمون راهو فيها برشا بارامتر ويت ريتهم اللي يخرج لك لهنا هذايا لي كومونتير معناها اللي باش تنجم تزيد ولا تنقص اللي باش تلقاهم محطوطين قبلهم اكولاد هكا بيناتهم ديز اكولاد راهم اوبسيونيل هذوك على الاقل باش تحطوا اللوكال هوست والا ديريكتومون 127.0.0.1 مش من بعد كيما حكينا قبيله كي تعمل سيرفر نتاعك انت مثلا على ديستانس حط لي بي نتاعك انت مثلا ما نعرفش انا فهمت واضحه واضح دونك هذاك اسم سيرفر نتاعك احنا جينيرالمون نستعمل لوكال هوست روت يوتيليزاتور بار ديفو اللي هو الادمنستراتور اسمه روت والمود باس نتاعو فيت اذا كان هنا اي روكيت اي فونكسيون ولا كوموند باش تكتبها في الاس كيو ال كان حسيتها غلطه في البي اتش بي بلوتو زيد قدامها اورداي الاورداي شنو تعمل تنجم تعطيها ميساج سبيسيفيك مثلا تقول كونيكسيون ايشوي دون لو كا او صارت غلطه في الفونكسيون اللي كتبتها قبلها دونك انت تكتب ديما الفونكسيون تاعك وتعمل الاورداي قدامها لور دايرة ونستعملوها بجست نعرف لي زيرور ليا انا كبروغرامور قاعد نبروغرامي في حاجه كديفلوبر ويب دونك نحب نعرف اسكو اللي حاطتهم صحاح ولا لا معناها انا مثلا لهنا غلطت مثلا حطيت 127.0.4.1 دونك لهنا السيرفر هذايا ما عنديش منه انا اوتوماتيكمون لوكسكو جاكسيد توا ديك نعدي انفوي شو يقول لي لهنا راهو الماي اس كيو ال كونيكت كان نوت كونيكت للسيرفر نتاعك ما تنجمش ويقول لي قدامها كونيكسيون يشوي دونك الميساج هذايا ما يخرج كان ما تصير ايرور كي نعدي بوان زيرو شو اللي تتعدى امريكا لهنا بس كما عنديش حتى غير فيها فهمت بس مازلنا ما عملناش خدمه واضح واضح ده لو انا لصقت لي زوبسيون تاعي في شيء اي ولا لا ده دونك هذا هي الشيء بتاعنا ثاني مرحله نعملوها
c'est là. Database. Sélection. La base. Et là, MySQL. Select database. نختار الباز نتاعي كيف نجم نعمل قدامها اور داير اذا كان انا فور اكزامبل باش نقول له باز دون لو كا او اخترنا باز مثلا ماي داتابيس ما عنديش منها الباز هذه دونك شو اللي يقول لي باز انتروفابل فهمت بيان سور هذوما تنجم من بعد اذا كان ركيت عدتك صحيحه طحيهم لي زور داير الكل تنجم ما تحطهمش من المان ديك تعرف اللي الحاجه هذيك صحيح لي باز ديما ماذا بيك تاخذ الاسم نتاع الباز نتاعك اللي سميتها هي هذه دونك ماي داتابيس دونك شو اللي تتعدى مني بلا ما عنديش اشكال في هذا ثالث حاجه نعملوها سي لا ريكوبيراسيون دي دوني اللي هما لي شون تاعك معناها اللي جايني من الفورمولير واضح؟ واضح ايه دونك هذو هما ريكوبيراسيون تاع لي شون معناتها انا عندي كان لي شون هذو دونك ريكوبيريت ثالث حاجه تعملها سي لا préparation des requêtes. Des requêtes. Voilà, d'une seule requête, qu'on a une requête. Préparation de requête, donc je mets dollar requête. Bien sûr, l'ism هذا est indirect sami. Ça je sami dollar x dollar. Ça là, حط الركيت نتاعك لهنا. بعدها affectation de exécution. La requête. بعد ما تعمل الركيت نتاعك باش تعمل الاكزيكيوشن نتاعها دونك باش ترجع لك ريزولتا الركيت هذيك هي ماي اس كيو ال كويري تاع الركيت نتاعك دونك الركيت اللي حضرناها لهنا مثلا انا جيت لهنا عملت انسيرت انت التابلو نتاعك الفاليوز التابلو نتاعي اللي هي الاف فاليوز ونحط لي فالور باهي لي فالور اللي باش نحطهم لهنا باغ اكزومبل باش نوريك حاجه غلطت انا مثلا انا خاطر اغزر التابل نتاعي لهنا اللي عملناها فيها كاتشون اي ولا لا غلطت انا عملت دولار تي 1 دولار تي 2 دولار سي هاش اللي هما لي زوبسيون اللي عندي وعديت الروكيت نتاعي تبع فيا نحنا ما عندناش لاي ديد احنا لهنا ما حطيناش لاي ديد اي ولا لا اوتوماتيك لا اوتوماتيكمون لهنا شنو اللي باش يصير باش نعاود نعدي الروكيت هذي نتاعنا هاو لي دوني اللي عديتهم مازال ما خرجناش حتى ميساج احنا جاكسيف للتابل الاف ما نلقاهاش تعبيت التابل مازالت فارغه علاش خاطر لهنا كان جيت عملت اورداي راه خرج لي الميساج شو نقولو روكيت هي راهي الروكيت نتاعي غالطه دون لو كا او الروكيت غالطه ديريكتومون باش يخرج لي الميساج راهي الروكيت انفاليد دونك يسوا تكتب روكيت بالصحيح يسوا تهزها كوبي كولي واضح باه شو معناها معناتها انا مثلا نجي لهنا لانسيرسيون نعمل انسيرسيون مثلا شون 1 ايدي او بي اون كيم من بعد مسيو اخويا لوبسيون مثلا يسا على ايدي قلت لك او بي اون كيم اثنين لحظه برك عديت انا تو الركيت نتاعي باش نهزها كوبي كولي كيما هي الركيت اللي تاعنا هنا تهز كوبي كولي كيما هي وباش يجي نحطها في بلاصة الركيت هذي في بلاصة هنا باش نحط تي 1 لي فالور تي 2 دولار سي اتش
لهنا اذا كان باش نخلي هذايا ان ماهوش باش يتعدل طبع فيا ولا لا علاش خاطر ديجا في الافيشاج عندي الاي دي ان دونك ما عادش يتعدل معناها انا كنعاود نفس الركيت هذايا نكزيكوتيها كيف كيف باش تخرج لي الركيت انفاليد وفي الباز نتاعي كيف كيف نلقى كان واحد برك كان نحط انا فالور سبيسيفيك اخرى مثلا لهنا ونعدي الركيت نتاعي تتعدى الركيت وفي الافيشاج نلقى الشخص الثاني اما هنا لا فالور مانيش باش نحطها انا تقعد تتعدى اي ولا لا خاطر تو المره الجايه ما عادش تعدي لي دو ما اي معاك باش تعدى تفوت شو باش نعمل انا باش نجي نحي الشون اي دي معايا يا هي يا سوات خليها فيها لحظه باش نحي الشون اي دي من هنا ريت لهنا قدام الاسم نتاع تاب الالاف تنجم انت تحط لي شون اللي باش تعبيهم اي ولا لا كي ما تحطهمش البارونتيز هذايا اش معناها؟ معناتها راك باش تعبي بنفس الترتيب نتاع الباز. معناتها اللي في الفاليو يلزم نفس النمبر نتاع اللي في الباز. باهي كي نحيها منا ومنا هذايا مثلا. تولي ما عادش تعدى. اي ولي تعدى اوتوماتيك. خاطر اوتو انكريمنت اي معناتها كي ما تعبيهاش الشون باش يولي يتعبى اوتوماتيك. مفهوم؟ ولا مسيو فما كل التليفون كي انت تبدا تابي فيها انت بيدك ما هزيتيهاش كوبي كولي ماكش باش تقعد تابي لي في لي شون هذوما الكل ماكش باش تكتب ايه من تاب الالف فاليوز ديريكتومون اي ولا لا تعمل فاليوز ديريكتومون تولي تحطو فارغ هذا تولي تحطو اللي هو فارغ تو يتعبى اوتوماتيك من الباس معناها لهنا يعذر نعاود نفس الحكايه نجي نلقى شخص اخر زادني فهمت واضح واضحة معايا باهي توا إذا كان الركيت نتاعي الركيت نتاعي تعديت مريقلة ما خرجتليش أورداي باش نعمل تيست لو ريزولتا بلا فكرة درو تستي ريزولتا باهي أول حاجة نحكيو عليها كيف تستي ريزولتا كان الركيت نتاعي اسيت والا ابديت والا ديليت راني تستيها افكتد روس ماي اس كيو ال افكتد روس ماي اس كيو ال افكتد روس سي اون فونكسيون كي نو برون با دو بارامتر شنو ترجعي اي ريتورن ديليت شنو معناها افكتي معناها صار لهم ميزا جور شنو معناها ميزا جور معناها زدنا ولا فسخنا ولا بدلنا اي ولا لا اي كان الركيت نتاعي دو تيب سيليكت راني نستعمل نمروز اوكي انا عندك نمروز نمروز راهي تاخذ دولار ريزولتا تاخذ الريزولتا نتاعنا كبارامتر ترجع لي نومبر دي ليني دي وتوني شنو مسيو في الماي اس كيو ال افكت دروز كي معناها لو نومبر des lignes effectuées par une trajet les cadets mais ligne trajet les cadets nombre et dix nombre يعني مثلا احنا عملنا insert نتا حاجه ترجع لي ليني برك ترجع لي 1 ترجع لي 1 عملت insert ما رجعتش ترجع لي 0 عملت update بدلت 5 ترجع لي 5 ما بدلت شيء ترجع لي 0 دك ميرسي دونك MySQL affected rows تستي بها لو نومبر دو ليني روتورني بالانسيرت ولا ابديت ولا ديليت MySQL numeros تاخذ دولار ريزولتا ترجع لي نومبر دو ليني روتورني بار لو ركيت سيليكت معناها سيليكت قداش رجعت من حاجه دونك استعملها MySQL numeros كان مع سيليكت واضحه واضح دونك لو كا او عندي ركيت
insert معايا ولا insertion هذايا فيها ان اوتو انكريمنت استعمل فونكسيون MySQL insert id ما انسرت اي دي كيف كيف ما تاخذوش بارامتر مثلا لهنا نحب نعرف الروكيت نتاعي ما يتعديت من ريجلا باش نعمل لها تيست اف ما اسكويت بلوم افكتد افكتد روت سوبر ايفر زيرو دونك رجعت لي حاجه باش نقول له لهنا ايكو انفكسيون فاليد مثلا سانكر عشان élève ajouter avec succès. Là, je me disais, je vais aller deux messages, je vais me dire, donc je vais les cours de la manette, je vais faire le balise interne. Else, les cours. Insertion échouée. Au centre. Donc l'année fait des messages. Je me dis à chaque fois où il n'a pas dit, il y a soit je prends l'élève ajouté avec succès. ولا بصواب شي يقول لي ليف ايشوي ايشوي لهنا بوس كومانيش نعبي في الاي دي نتاعو دونك ماهيش باش تتعدي لي كان في الكا اللي الروكيت غالط فهمت معناها انا كان الروكيت مثلا نسيت ما حطيتش الشون الاولاني اللي هو تو انكريبت باش نعاود نكونفيرمي باش يقول لي الروكيت انفاليد كان نحي الروكيت انفاليد من هنا اوتوماتيكمون باش يولي يقول لي لاجو ايشوي فهمت خاطر اللوردا يتقص على الخدمة أنا هنا نمشي كي نحيا ما عادش تقصلي على الخدمة مفهوم؟ بس نجم نقول لهم اف ماي اس كيو ال افكت نجم نقول لهم ماي اس كيو ال افكت دروس ايكال ايكال زيرو نجم تحط هذيك بالعكس ايكال ايكال زيرو معناها ما رجعتش انا قلبتهم الايف ولا تو انا باش نقول له اليف اجوتي افيك سوكسي فهمتني؟ وباش نافيشي له الاي دي نتاعو باش نقول له اي دي ايكال دولار اي دي انا باش ما نقعدش نعاود نبعث ليليف هذاك نعمل سيليكت في وسط الباز ونشوف ليليف هذاك شنو هو الاي دي نتاعو باسكو انا ما عبيتوش لهنا الاي دي اي ولا لا نعملو بالانسيرت اي دي نجي نقول له دولار اي دي هو ماينس كيو ال انسيرت اي دي اللي هي تعطيني اخر اي دي تزيد مش تعطيني الاخرين الكل معناها انا كان عملت انسيرت تجوتي بليزيور بيرسون فهمتني مش يرجع لي الاي دي نتاع البيرسون الاخرين تفهم فيا؟ ايه باهي دونك لهنا اول جيكزيكيوت شو يقول لي داي دي 6 اللي هو كان نرجع للتابلو نتاعي نلقى اخر واحد تزيد داي دي 6 واضح؟ باهي شوف لهنا تنجم انت خاطر روكيت انسيرت تنجم تعمل فيرجول ونعاود نعمل انسيرسيون تاع شخص اخر فهمت معناها نجم نعمل روكيت انسيري بليزيور بيرسون مع بعضها كي نعدي تو انا مو عندي سته لهنا من الناس كي نعاود نعدي الروكيت نتاعي ثمانيه تعطيني ثمانيه بون لهنا يعطيك سبعه عطاني الاي دي سبعه على خاطر الروكيت تعديت خذا الاولاني معناها اول واحد صارت له ليكسيكسيون نتاعو خذا الاي دي نتاعو فهمت هذايا راهو مش بيستعملوها ياسر في البي اتش بي يستعملوها اكثر في الاس كيو ال كي نبدا باش نسيري بليزيور بيرسون معناها في بي اتش بي جينيرالمون كل انسيرسيون تاع شخص واحد واضح؟ واضح باهي دونك هكايا تسينا الروكيت نتاع الانسيرسيون معايا؟ معايا باهي شنو اخر شنو
Donc, qui m'a chauffé dans MySQL Connect, MySQL Select. L'année, le MySQL Error, tu as dit que l'erreur est l'issue de la chose. Donc, tu as juste à mettre des messages spécifiques ou tu as le MySQL Error. Les requêtes internes qui sont adhérentes, quelle que soit modification ou la suppression, MySQL Query, tu as l'exécution de ta requête. Bah, dans l'exploitation des requêtes. Ah, on est aujourd'hui dans le MySQL Numbers. Il est déjà le résultat, le MySQL Insert ID ou le MySQL Affected Rows, c'est le link identifié, le lien de la connexion. Donc, par défaut, on va le faire vite. Voilà. Donc, on va faire l'affichage. Donc, on va faire les données qui sont de la base. On affiche en fil l'écran terre. Bien. Chnob, chnob. Je dis une halle page vide. Fragile contenu. Ça met un affichage en PHP. Donc, je connecte les bases internes. Bien sûr, je vais changer puisque le requête interne, la base interne accédite à la mobile. Je vais faire un select étoile, from table, élève. Bien, on va faire un nom écho, SQL, numéros, à de leur résultat affiché. Donc, il y a l'affichage.php, automatiquement, je peux ici. Il y a une requête en fait, règle, je rejoins le nombre de lignes. Donc, je prends le nombre des lignes, voilà le nombre des élèves. L'affiche est MySQL numéros. Donc, l'année, je rejoins le nombre de manière qui m'a en fait le base. Règle. توا باش نعمل تيست اذا كان هذه رجعت لي الركيت كان رجعت لي حاجه دونك ايف ماي سكريبت نبروت نتاع دولا ريزولتا كان رجعت لي سوبر ولا زيرو معناها فما ريزولتا رجعت فما فيا ولا لا صون الصوت بالله اللي عنده حس اس شنقولو ايكو كيما نقولو اوكا دونك لهنا اذا كان انا الركيت هذايا مثلا نعملها بالغلط مثلا دابل اليف اللي هي ما عنديش منها لا فايس اوتوماتيكمون بون الركيت باش تجيني غلطه خاطر فماش ما باش يخرج لي الميساج اوكا اليف علاش خاطر النومبر اللي خرج لي صفر اي ولا لا بون النومبر سي با صفر لهنا فما حاجه في لي فونكسيون تاعنا الفونكسيون تاعنا تنجم ترجع اونتيي كما ترجم ترجع نار كما تنجم ترجع فاريابل بولين تفهم فيا معناتها الفونكسيون تاعي عندها بليزيور تيب دو روتور تنجم تتحكم هي فيهم تو ديبون من لي دوني دونك لهنا بويسكو تاع الروكيت غالطه نتاعي اوتوماتيكمون مش باش يخرج لي اما كان ناخذ روكيت صحيحه مثلا الاف وير لاي دي ايكال 100 ما عنديش اي دي ايكال 100 فهمتني دونك شطرت شي روكيت صحيحه مريقله باش يرجع لي نومبر ديال الف زيرو ويقول لي اوكي الف مريقله باهي كان النومبر ديال الف توا مريقل اللي عندي باش نعمل وايل باش
تبركولي الريزولتا اللي جاتني. دونك نقولوا وايل الريزولتا اللي جاتني هذايا ساعة ريس خاص كو ولا ريس طبعا خويا أيه. باش نحي توا الوير هذايا باش نخليها ركات صحيحه مريبله هنا اوزر عملت في شاش نتاع الريزلتا باش يخرج لي اللي هي ريسورس والاي دي نتاعها الريزلتا هذيك باهي باش نجي لهنا باش نقول انا ندير هيت وست تخدم ال كي عملت دولار ريس تخرج باغ ديفو ريسورس اي بار ديفو باش يخرج لي تيب هذه هي ريسورس اما فما فونكسيون دون نستعملوهاش اللي هي جيت ريسورس تايب تعرف بها تيب دو ريزولتا تيب دو ريزولتا هو ماي اس كيو ال ريزالت معناها سي اون ريزولتا جايتني من ريكيت سي ان ريزولتا بلوتو جايني من ريكيت تفهم فيا ريزولتا اللي يجيك من ريكيت يجيك سو فورم دو فيشيي عباره سي ان فيشيي في الالغو عندكم كل ليني فيها دوني كل دوني كل اوزر كل دوني فيها واحد من اللي موجود لهنا مفهوم ولا لا اي سيفا حليم باش نستعمل هوا باش نعمل وايب باش نبدا نباركوري في لي دوني كل مره نهز دوني من 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 الريزلت اللي رجعت لي من الريسورس اللي جاتني ونصبها في تابلو عندي اون فونكسيون حاضره اسمها ماي اس كيو فيتشر ري ناخذ دولار تي ايغال ماي اس كيو فيتشر ري في الماي اس كيو خليني نفسر لك حاجه لهنا نجم نستعمل ماي اس كيو فيتشر ري تاع دولار ريزلتا نجم نستعمل ماي اس كيو فيتش رو نجم نستعمل ماي اس كيو فيتش اسو هذايا ترجع لي تابلو انديس numéroté plus associatif هذا يترجع لي معناها لهنا numéroté و associatif معناها كي نصبها في دولار حاجه دولار تي ولا اكس ولا حاجه نجم جاكسيد دولار تي de 0 qui est maintenant que j'accède dollar t par le smitter id نوما هذوما زيرو معناها كيما الترتيب اللي في الباز زيرو هو الاي دي ان هو نو برينو والاوبسيون كيما نجم ديريكتومون بالاي دي كي قول دولار ماي اس كيو فيتش رو مثلا كان صابيتها في دولار تي C'est que fiche face l'ID. Fiche face l'ID. Ok, fiche face l'ID. T de ID, manahan right ou bleu. T de nom, T de prénom, quelqu'un. T de nom, T de prénom. On a parlé de gens, ça me le fait avec. L'année, elle est l'indice numéroté. Manahan, l'année, l'accès, Ken, Ken Stam, Mescule, Fichero, Ken, Dollar, T ou Noam. ولا تي دو زيرو ولا تي دو ان ولا مش وفي الاخر انايا سي ان تابلو دانديس اسوسياتيف
معناها في هذايا تستعمل دولار تي دو اي دي ولا دولار تي اوبسيون مثلا فهمت دونك هذاك علاش ديما نستعمل في ماي اس كيو ال فيتشر ري اللي هي تعطيني الانديس وتعطيني الاي دي هذاك علاش الاكثر نستعمل في الاولى ديما واضح واضح دونك ماي اس كيو ال فيتشر ري شنو تعمل تخولي الدوني الاولاني تصبو في التابلو اوتوماتيكمون البوانتر يتعدى للدوني الثاني كي تعاود بالوايل يعاود يقرا الثاني حتى لين يقرا الاخراني بعد ما يقرا الاخراني باش يولي يرجع لي نال اذا كان ولا رجع لي نال بعد ما كمل القراءه الاخراني اللي من بعده ما فماش فالور كان رجع لي نال واي الحاجه نال ماهوش باش يدخل يخدم خاطر نال سي انديك لابسونس دو فالور تاع دولار ريزولتا باش نجي لهنا نعمل ايكو باش نقول له لاي دي دو بوا واللصق دولار تي دو اي دي ولا زيرو كما قلنا بعد نقول نوع دو بوا de nom. Okay. Donc, ça a été assez que je me suis dit que je 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 suis dit que لسامي هذوما راهم نفسهم لسامي متاع الباز متاعك فهمتني كيف كيف باش نلصق لي زوبسيون نعمل بير باش ينجم يرجع لي الستار صافا مفهومه ولا لا واضح كان نعمل الاكزيكيوشن تاع الفيشاج نتاعي شو اللي يخرج لي كل اي دي ويخرج لي لي فالور اللي قدام مفهوم بيان سور بعد تنجم انت تزين شنو تحب على روحك مثلا انا تحب الاي دي يخرج لي بالجرا كيما نقولوا دونك شو اللي الاي دي بالجرا تنجم تحط لي فالور هما اللي يخرجوا بالجرا فهمت مريكل مسيو طبعا لهنا لهنا جينيرالمون الاستعمال نتاع هذيا كي باش نعمل افيشاج جينيرالمون نخدموا فيه في تابلو قاعدين نعم اي ولا لا غيرتو ولا شنو تفسوا شويه تحبوا ديلي يعني معاكم اي معاك مسيو ما شاء الله عليكم ليه تبارك الله ونفور من هنا بيه بيه عالخ بس ديما ونفور ان شاء الله ديما ونفور حتى للباك طيب وش باش نعمل باش نجي انا باش نمشي للفرونت بيج باش نصنع باج فارغه باج فيرج وفي وسط الباج هذيا باش نخرج نعمل ليست ديزيليف باش نعمل افيشاج فيه ليست ديزيليف دونك هذايا باش نحط زين بيان سور كيما تحب وباش نعمل معاها تابلو انسيرسيون تاع تابلو تابلو باش يكون فيه دو ليني و كات كولون باش يكون تابلو سونتري و التايم نتاعو 80% باش نخلي البوردور ان باش يظهر تابلو هذايا باش نجي نحط هوني اي دي نو اي نو اوبسيون لي فالور اللي في وسط التابلو الكل باش نحطهم سونتري والليني الاولى هنايا باش نعمل لها جراو ايتالي معايا يا سوا باش تهز التابلو هذايا كيما هو وتصبو في وسط البارتي نتاع البي اتش بي فهمتني او بيان باش نرد الباج هذايا كي نسجلها مثلا باش نجي نعمل انرجستري ولا هنا باش نسميها affichage 2 qui est en coulo point php ça j'ai la php je n'ai pas l'affichage 2 fait où est-ce que notre pad
احنا يسوى نخرجوا تابلو اي ولا ليه يسوى باش نخرجوا تابلو في ليكرون يسوى باش نخرجوا ميساج اللي هو ما فهمش واضح باش نجي للبارتي نتاع البي اتش بي لهنا اللي كنا نخدموا فيها هذا بيتها نجي هذا حتى قبل التابلو نتاعي لهنا نحطها كما هي وبعد شو نبدل فيها باهي انا لهنا اش قلت مش قلت لك قبيله الوايل هذايا تخدم على التابلو تخدم على لي دوني اللي جاوني دونك اذا كان فما ريزولتا كان رجعت ريزولتا راني باش نفيش التابلو هذا كان ما رجعتش ريزولتا راني باش راني باش نفيش الميساج هذا اي ولا لا دونك باش نجي هذايا ريتو هذا باش نحي شو اللي جوست نحلها اش معناها باش نحي هذه كل باش نفصل وانت لهنا وعندنا الحق مسيو نحلوا البي اتش بي ونسكروا هاك المار تاع مش واضحه خويا العزيز تنتجري البي اتش بي في الهاش تي ام ال ولا الهاش تي ام ال في البي اتش بي احنا كنا منتجرين الهاش تي ام ال في البي اتش بي نكتبوا فيه في وسط ليكو تو واش باش نعمل حليت السيرفر نتاعي سيليكسيونيت الباز بعثت الركيت عملت الاكزيكيوشن باش نحي الميساج هذايا شو نقول له اذا كان ما اس كيو ال افكت النمروز رجعت لي حاجه سوبيريور زيرو واش معناها معناها راهو لي دوني جاوني كان لي دوني جاوني باش نفيش التابلو هذا باش نهبط تحت التابلو ونعاود نرجع للبي اتش بي كي باش نرجع للبي اتش بي شو نقول له باش نسمع فيك جمله شو قلت؟ مش سكر البيبين الاند اللي قبل الإيرس لحظة بارك شو قلت؟ مش مشكلة بيه؟ بعد سكرت لهنا ديجا عملت إيف إذا كان سوبرير زيرو باش نافيشي التابلو هذا إيرس باش نافيشي الخدمة هذا مريقة له؟ واضح هاي واضح بيه توازن هذايا الاكزيكيوشن نتاع نتاع الافيشاج الثاني باش كبير باش نلقاوه مسجله هذوما اي تعال نهبطها لك مع الفيديو لا هبطنا من الجروب تبع 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 كان الركيت رجعت حاجة افيشا التابلو هذا كان جيت الركيت نتاعي مثلا فيها وير اي دي ايكال 100 ما يركيت ما ترجع حد شيء اوتوماتيك مش يرجع لي او كايله مريقل 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 شكون تكلم شكون حاجته بحاجه ليلي مريقل قال مريقل شو في التابلو كي نسكروا بي اتش بي ونحلوا تابلو عادي معناها كيما انت عملت في شهور لي نورمال ما غير يقول لي فما ايرور راح فيها خاطر مسجلين على بون بي اتش بي احنا ما بيش بي ما يتبدل هاش تيامين أميرا نعود من الأول للكورة ليه ليه سبب مسوحنا مسوح أسرناها قبل ما نبدأ ونخدم أي فهمت طوى كان لي دوني راجعين لي أوتوماتيك ما بشي ولي في شاجة متاع تابلو واضح بيه. في التابلو في التابلو عندي ليني لو لنايا فيكس ما تتبدلش حلين التابلو تسكيره ما يتبدلش أي ولا ليه عندي ليني الفارغه هذيا اللي موجوده اللي هي ليني التيار هذه شو باش يصير باش تتبدل تو دي بون من الدوني اي ولا لا باش نجي قبل الليني باش نحل بي اتش بي ونسكر طبعا شنو باش نعمل باش نجيبك الواي اللي خدمناها قبيل في بلاصه ما نعمل ميساج باش نقول له طونك فما دوني الدوني هذاك ما هو احنا عملنا ايكو قبيله اي ولا لا كتبنا فيها فالوريت توا ليكو باش تولي تخرج لي ليني هذه اما على شرط ما تحطش ليكو بالدوبل كود علاش خاطر كي باش تحطها بالدوبل كود لازمك تدور على دوبل كود هذوما كلهم تبدلهم كود واضح ولا لا؟ واضح خاطر اوصل الميساج تحل لهنا تسكر لهنا ولا دونك شو يخرج لي هذا خارج الميساج باه شنو باش نعمل؟ باش نحط هوني كود كود عاديه ونحط الميساج فيها مفهوم
يعني توا كي نعاود نعمل لافيشاج باش نلقى فما 8 لينيات علاش على خاطر الباركور هذايا باش يمشي 8 فوا سولون لي دوني اللي عندنا في التزوير. اها توا شنو اللي باش نعمل؟ الميساج هذايا كيما عملنا قبيله ميساج نكتبوا النو واي دي ونحط قدامه الشون تاعو نفس الحكايه لهنا باش نحي الام بي سبيس هذايا اللي هي الاسباس نسكر الميساج نعاود نحلو ولا سقلو ولا انت يا زيرو يا ما ديريكتومون لاي دي اي قال باش نهز توا نفس الميساج اللي زدتو انا باش نبدلو في الاخرين واضحة هذه؟ واضحة مفهومة؟ مفهومة مسيو مفهومة ده؟ طوى شو بش نعمل هذا؟ طوى بش هذا يبهي ساعة فما سويل على هذا ولا حاجة ولا حاجة سببا ولا بيكي بي طوى شو بش نعمل هذا طبعا؟ بش نجي في التي دي باش نزيد تي دي اخرى لهنا وباش نسميها كيما نقولوا اكسيون تاع سوبريمي بكل خليها فارغة لهنا تخرج لي الواحد صحيح مادام كوزا مادام زدت تي دي لهنا راه لازمك تزيدها لهنا واضح؟ باهي توا كل تي دي هذايا باش نزيد فيها ليان باش نعمل ليان لهنا هايبر تكست باليز A أشرف ونحطه مين يبعث أي ملالي تذكر الباليز A بتاعي شك فينا طب لهنا جوست يزم هذايا تحطوا هاشتاج شو اللي يخدم لك انطوك اليان طبعا نزيدوا اليان دونك هذايا اليان شفتوا اليان لهنا كي ننزل كي نحط كورسور عليه اغزل في الاكران اللوطه لهنا في الكوان كي نحط كورسور عليه يجيني راهو يبعث للافيشاج 2 هاشتاج هاشتاج بور دير اللي هو ليان انترن معناها توا احنا باش نردو ليان اكسترن معناها نردو هذا يبعثنا الباج اخرى الباج الاخرى شنو باش تعمل؟ باش تفسخ باش تعمل فيها تفسخ لي السيد هذاك باهي دونك انا باش نصنع باج جديده باش نسميها supprimer.php نبعث لها تفسخ لي معناها لهنا كي نولي ننزل يولي عايد supprimer.php توا ما عادش يعايد لنفس الباج اي ولا لا اما انا كي باش ننزل على اليام من اليام هذوما يلزم اليام مثلا نمره 3 يبعث لي الشخص الثالث باش نفسخه مش يبعث لي اي عبد طبعا في الناس كلها ما اي مسيو باهي دونك باش تبعث لي الشخص كي تبعث لي الشخص الثالث باش نفسخه دونك لازم نبعث الاي دي نتاعو اي ولا لا باهي نرجع معاك لقبيله شويه اللي هي ماين ولي بالجيت قبيله لهنا مش قلنا كي عيط الباج اغزر عيط الباج اسمها سيرش عمل بوان دانتيروغاسيون باش نجم يعدي لي شون نتاعو اي ولا لا دونك انا نفس الحكايه باش نعملها في البي اتش بي باش نجي لهنا نقول له بوان دانتيروغاسيون اي دي ايغال والفالور اللي باش نحطها نتاع الاي دي هي الفالور هذه ولا لا دونك باش نعمل اي دي ايغال باش نحل باش نجي لهنا نحل الميساج نسكر معناها الميساج نتاعي نتاع قبيله نلصق الميساج ونعاود نحل واضح شنو باش نولي تو؟ تو باش نولي كي نرجع للباج نتاعي اي واحد نحط قدامه كورسور اللوطه تجيني supprimer.php بوان دانتيروغاسيون لاي دي قال 3 لاي دي قال سي اس 5 لاي دي قال 8 فهمت دونك ولا الليان سبيسيفيك لكل واحد منهم اسكو هذايا بالبوست ولا بالجيت عديناه احنا بالجيت علاش خاطر عديناه في وسط الليان اسكو تنجم تعديه بالبوست لا لا
في الكاه هذه فوزيت اوبليجي مادام عندك بوطون ما عندكش فورمولير ولا عندك ليا فوزيت اوبليجي انك تعدي بالبوست بالجيت معناها كي باش نحل باج جديده هنا في اتش بي شنو نسميها شنو نجي نقول له اول حاجه اف is set تاع دولار get تاع change كله change id of the id راه نكتب لها مينيسكول معناها انت لهنا تتحكم في الاسم تكتبه ماجيسكول ولا مينيسكول اللي هو نفسه باش تقراه لهنا كاين الفالور موجوده معناها راني نجم نخدم else شنو نقول له مثلا ايكو يا اخي الايسيت هذيك نستخدموها ديما مع الايف ايسيت فونكسيون نقول انت رجع لك في هذيك هذيك موجوده ولا عنده فالور ولا لا مثلا يا اخي سيزي هذا يا فينكا فينكا يخرج الميساج الثاني بدي جات فصل يبدا شنو يبدا ديجا تفسخ معناها اللي بدات لا انا قلت له كان الاي دي موجوده باش يدخل هذيك كان الاي دي مش موجوده باش يدخل هذه علاش خاطر انا نجم نجي ننزل على سوبريمي من هنا لقيتها نعديها ديريكتومون مي سي جست نجم تفصل لي فاست الجيت شويه طيب مسيو الفاست جيت نتاع البلس مالا في القناة ما فهمتيش قلت لك انا شعور الكور هاش تي ميل فهمها فسرتها تعود لاربع مرات لو في السيونس هذي مسيو هوي الفاست معنا زي ما مش فاهمينه بيه فيها خلنا مسيو ديش مترجع لجوز قبل هذي كنت اكتب فيها يعني الباج الباج هذيك مسيو غادي اي في الهاش في الهاشريف سيبرسيون معنا عملنا سيب بوان PHP ou... عملت باج اسمها sub.php وزدت عديت لها في اللي دوني لاي دي علاش خاطر انا ما عنديش فورمولا دوك ما نجمش نعبي تابل بوست اما نجم نعبي تابل جيت من المليان علاش خاطر احنا عرفنا اللي اي باج نعيط لها في اللي يمشي عادي معها الواحد لكن كانت عدي لي شون اي دي لهنا كانت عدى الشون اي دي في اللي باش يقول لي جود كان ما تعديش الشون اي دي باش يقول لي فيريفي ولا بريسيزي يعني ما زدناش الميتا احنا فهمت؟ كان انا غلطت مثلا في بلاس اي دي عديت اي دي ماجيسكول باش تتعدى علاش؟ خاطر هو ديريكتومون مشي ريفيرونسي لاي دي مينيسكول اما كان عملت اي دي غالطه ديريكتومون شون اي دي ما يلقاهاش يلقى شون اي دي دي تفهم؟ اي ليك ميرسي هو لهنا في الباج نتاعنا تستيت اذا كان لاي دي موجودش باش نعمل؟ باش نعمل نفس الحكاية نتاع قبيلة جو كونيكت للسيرفر نحضر الركيت ونعمل ليكزيكسيون نتاعها اللي هو هنا في أي باج في أي خدمة باش تكون موجودة الركيت نتاعي اش باش تولي باش تولي ديليت فروم تابل إل إف وير الأي دي دولار إيكالا دولار أي دي دولار أي دي دونك لهنا يلزمني جو ريكوبير لي شامبل Et je prends le dollar ID égal à dollar ID get champ ID. Et voilà. Bat requête inter et my requête delete. Donc, je vais tester if MySQL affected rows. Car là, j'ai pas la supérieur à zéro. ما تبش خرج لا تفس ايكو سي انزيد ال ال هنا نعطيش لي زاكسون نقول
Else, Jean-Paulot. Voilà. Suppression, échoué. Mathalan, élève, programme. انت جيت الفصخ في الاليف بالايدي نتاعو ما لقيتوش مفهومه نعم دونك توا اذا كان عندي الايدي نمرو 2 كان عندي الايدي نمرو 2 باش نقول لي سوبريسيون افيكتوي افيك سوكسي كان تفقد التابل نتاعي باش نلقى نمرو 2 تفسخ كان نعاود نعدي باش يقول لي سوبريسيون شوي اليف تروفابل معناتها نمرو 2 ما عنديش منه جمع وكان غلطت في الاي دي نتاعي اوتوماتيكمون باش يقول لي بريسيزي اللي هو الميساج الثالث واضحه؟ واضحه باهي كيما نفس الخدمه هذيا نفس الخدمه هذه نجم نعديها بالبوست تفهم فيا ولا لا؟ بالبوست معناها شنو اللي نصنع فورمولير على روحي باج جديده باش نصنع فورمولير مثلا نجيب الفورمولير الاولاني هذايا الفورمولير هذايا باش يعيط هو للسوبريسيون اما عن طريق البوست وباش يعطي شون تي ان اللي هو باش نحي هذوما الزايدين سوبريسيون دان اليف ولهنا يعطي الايدي نتاعو الايدي نتاعو باش نجي للشون نسميها اي دي نفسه اللي سميناه قبيله وفي الكود هكا يبعث سوبريسيون بوان بي اش بي ريغل هذا يسميه سوبريسيون بوان اتش تي ام ال توا لهنا كان نرجع للسوبريسيون بوان اتش تي ام ال كي نعطي اي دي مثلا نمرو 3 باش نعمل انفوي باش نقول لي بريسيزي ان اليف علاش؟ خاطرك ديجا فسخته انت طبعا نمرو 3 فسخته وانا نمرو 3 فسخ نمرو 2 ها علاش نمرو 3 ما تفسخش خاطر انت ماكسي انا ما قلتوش فسخو يعني قلت له فسخو انا قلت له ابعثوا السوبريسيون بوان بي اش بي علاش تخلي في الميساج هذا به وقتاش يدخل في الميساج هذاك اصلا ما يرقاش الالف اذا موجود احنا ما ندخلش في المسجل انا اللي قريت ولا ما فهمتوش خاطر ليه خاطر المسجل ما عيطناش بالبوست عيطنا بالجيت على ذاك ما عيطناش بالجيت احنا هوني مش معيطين لابيل بتاع الباج اي ومش عبت مش عاملين مش عملناه لابيل عملناه بالبوست البوست والباج بتاعي قاعدة تستي في الجيت مش قاعدة تستي في البوس اي ذكرية باش نقولتها تاولا دوك باش نقول له if set بتاع الجيت و if set بتاع البوس بوس دوك وزيد هذيك وتثبت نزيد هنا نعمل تيست if is set بتاع الجيت ناخذه بالجيت انا ديجا متاكد ما دخل لهنا الا هو اللي جيت لبوست علاش خاطر يا جيت يا بوست الوحيد اللي يخليه يكسب لهنا ايلس مال الاي دي نتاعي شيخو ولا تيريبا بوست الاي دي واضحة باش نزيد شين انا لهنا سي هاش نحط فيها avec get ce message à ma chambre de poste je me dis l'année qui tire suppression en terre de la roche je me dis de la sorte message derrière le CH avec اوكي نولي نعدي شو يولي يقول لي سوبريسيون افكتوي بالبوست فهمتني
ولا هنا كيفاش نعاود شويه نقول لي سوبريسيون اشوي بالبوست كان نزيد في اللين ونحط الاي دي ايكال 3 اللي هو ديجا فسخناه باش يقول لي سوبريسيون اشوي بالجيت كان عندي اي اي دي اخرى 5 مثلا باش يقول لي سوبريسيون افكتوي بالبوست بالجيت باسكو انا عديته في اللين ديريكتومون مفهوم مفهوم هذا هو الباز كله راه اللي تقراو فيه معناها فماش هذا هو البارتي بي اتش بي كلها اللي تقراو فيها فماش حاجه اخرى معناها بعد طبعا انت كيفاش تحب تركب الحاجه وكيفاش تحب تحطها كيفاش انت اصلا فاهمها النوشن فهمت علاش مقبله وانا نعاود ونقول لك اسم كانت تفهمها خير من اللي تحفظها خاطر تحفظها نبدل لك اي حاجه تلقى روحك ضايع فهمت نتصور مفهومة اللي تعب معايا في وسط السيونس دو بريفيرونس يعاود بارتيات وحده الخدمة الأولى الثانية متاعك ميسيرش تنجم عليه من الفيديو بحذيك وانت تعاون في روحك مش تخدم مش تنجم تخدم بالقداء فهمتني؟ فهمت مسيو خذي بش تخبطها تو ولا شوية خدمة في الليل تتقد وتهبط اليوم تبدأ عندك بإذن الله ايه مش عايش ايه سينو لهنا عملنا انسرسيون عملنا سيليكسيون عملنا سوبريسيون ما عملناش موديفيكاسيون هي بيدها ولا كيما ديليت ولا شنو كيما لي سوبريسيون ولا بالكونديسيون ولا نجمو سوبريسيون نعملوها فرت باج مع الـ مع الـ مع الانسرسيون ونجمو نعملو لها باج وحده طبعا انا يعني باش نعمل باج وحدها اللي هي كوبي على الباج الاولى اللي هي تاع الفورمولير باش نحل باج جديده نسميها موديف و هاش تي ولا بون هاش تي ام ال هاش تي ام ال كاسيون هذه باش نحلوها باش نديرها هاي الموديفيكاسيون هذه اللي عندنا دونك هنا اون سوبوز لها الموديفيكاسيون باش نعملوها كان على الاسم واللقب يعني ماشي باش نعملوها على لي زوبسيون باغ اكزومبل فهمت خلينا في حاجة واحدة دون أخرى شوية بشوية نخدموها مع بعض باش نجي لهنا الباج نتاعي هذايا تحل فيها شون تاع تكست نتاع الاسم وشون تاع تكست نتاع باش نرجع للباج نتاع الافيشاج نتاعي ما زدنا احنا بوتون تاع سوبريسيون لهنا معايا هاي السوبريسيون تزيدت لهنا باش نزيد بوتون اخرى تاع موديفيكاسيون ليان اخر موديفيكاسيون هاي موديف بوان بي اتش بي دونك الموديف بوان بي اتش بي اللي صنعناها توا زاد هي تاخذ الاي دي بالجيت باش تنجم تعرف شكون الشخص اللي باش تعمل له موديفيكاسيون اي ولا لا؟ دونك باش نجي كيف كيف نهز لهنا الخدمة نتاعي باش نجي قبل الفورمولير يعني موديفيكاسيون نتاع ليف معناها قبل ما نبدا في لي شون نتاعي باش نحل البارتي نتاع البي اتش بي فهمتني وأول حاجة باش نعملها قبل الروكيت باش نتست كيف اي سيت تاع الدولار تاع الدولار جيت جيت اي دي تاع الاي دي اي ولا لا كانوا موجود وقتها نخدم ونعمل ركيت ونكسر كرايمي اي ولا لا وكانوا مش موجود باش نخرج له ميساج به دونك لهنا سينو معناها الميساج هذا يسوى باش نخرج الخدمه هذيا
شو نقول له الميساج يكون اعطيو نفس الميساج تاع قبيله تاع سوبريسيون مثلا جوي بريسيزي لي لي كي نقول هذا لازم نبريسيز لي لي قبل هذايا هذايا تاع تسكير هذيا هذايا واحد مازال باش نكملو نفس هذايا خليها هكا الميساج هذا الميساج هذا تحل هنا تسكر لهنا دونك اذا كان اي سيت كان الاي دي موجود ندخل نعمل الروكيت نتاعي ونلوج عليه ونعمل له موديفيكاسيون كان الاي دي اصلا ما تعبيش في الليان سي اوتوماتيكمون باش يخرج لي الميساج هذا باه دونك كان الاي دي موجود باش نتستيوه ما بالنيميروز خاطر احنا باش نعملو سيليكت ناخذوا الاي دي من عند اليوزاتور من عند الجيت نتاعنا معناها نجي نقول له select etoile where the id equal to dollar id ايوا لا لا تو الروكيت هذه رجعت لي شخص شخص لقيته موجود شو نعمل هو قداش قدام من واحد باش يرجع قدام من فالور باش ترجع واش تعمل بديت على واحد برك انت واحد برك علاش مش علاش باش يرجع واحد برك خاطر انا نلوش فيه بالكلي بريمير نتاعو بالاي دي نتاعو دونك متاكد اللي سيليكت باش ترجع لي واحد برك ايوا ولا لا دونك باش ناخذ الشخص هذاك بيرسون قال ما اسكيل اتشرك ويسك الريزلت اللي جايتني فيها ان دونك اول واحد باش نقراه هو الشخص اللي حاجتي به باش نصمو في الدولار بي ما نسحقش الواين خاطر ماهمش برشا اشخاص فهمت الفازه قريت توا الشخص هذاك شنو باش نعمل باش نجي في الفاليو نتاع الشام تاعي باش نعمل الشام بروبريتي فاليو باش نحل بي اش بي ونسكرو ونعمل ايكو كا دولار بي مثلا ولا دولار بي معناها اش عمل الميساج متاعي هذايا عاود دخلت في وسطو هذايا اتش تي ام ال مكتوب يتحب الكل وتهزو كوبي كولي وتصبو في انبوت واحدة وتخدم ولا تجي لهنا تعمل ايكو في وسط الفاليو نتاعك وتكتب النو نفس الحكايه هذه الفاليو نفسها نفسها بالثاني الشون الثاني اللي هو البرينو نعمل طلع على الباج نتاعك شنو تعطينا بالضبط باش نرجع لنا في الشاش وليت عندنا بوتون سوبريمي بوتون موديفي دونك نجم تهبطها بالبير تحتها كي باش ننزل على بوتون مثلا موديفي ما كملتش سكرت باش يولي يجيني البرينوم مكتوب والنوم مكتوب في بلاصتها واضح؟ واضح مسيو باهي توا اسكو الباج هذه هي اللي باش تعمل موديفيكاسيون ولا لا؟ لا عندنا الباج اخرى بي اتش بي باش تزيد الباج هذايا علاش بي اتش بي؟ على خاطر مشينا جبنا لي دوني من الباز وحطيناهم في وسط الفورمولير دونك دخلنا النوسيون بي اتش بي في الفورمولير الاولاني عملناها اتش تي ام ال برك علاش خاطر هو يعبي لي دوني من عند يوتيزاتور ومن بعد يهزهم للبي اتش بي اي ولا لا؟ باهي دونك لهنا توا
شو نقول له راهو لاكسيون تاع الباج نتاعي هذايا باش تبعث الابديت الف نعمل موديل باش نعمل باج بي اش بي اسمها ابديت الف نبعث لها لي دوني لي دوني اللي هما شكونهم اللي هما الشون تي 1 والشون تي 2 ما معايا معك معك سي اي سي معك معك سي دونك الموديفيكاسيون راهي مش قاعده تطيح في الباكيت معناها قاعده تطيح معناتها مش قاعده تجي هكاي انه الشون يجيك معبي بار ديفو فهمت الموديفيكاسيون قاعده تجي فاسون تاع تدخل كما نقولوا تعاود تعبر تعمر الفورمولير وتنزل كانوا موجود كانوا موجود باش يعملوا موديفيكاسيون كانوا مش موجود باش يجوتيه فهمت مسيو بلي باش تعمل لي كاز نتاع لوبسيون هو جينيرالمون راه اور بروغرام كوم لي كاز دوبسيون كوشي بال بي اتش بي ليستير بوز هذيك دي ليستير بوز ما كيفاش تحطها تشيك فما حاجة ما متقراوهاش فهمتي بعد كي مش نوريها لك اوبسيونيل مش نوريها لك زايدة انك تختار تعمل بوست تاع ديسان مثلا كي لقيت ديسان تجي للاوبسيون تاع ديسان تعملها بوان تشيكت احنا بوان تشيكت نعرفوها فيه نعرفوها في جافا سكريبت فهمت يا ما مش داخل في وسطو جافا سكريبت اللي هي ما تخدموش به يا ما مش داخل في وسطو لي فونكسيوناليتي اللي تنجم تاكسيدي بهم للفورمولير ديريكتومون من البي اتش بي اللي هي ما تخدموش بها زاد ثم تخدموا مع الفورمولير كان بالجيت والبوست اي فهمت معايا اي معك معك طبعا احكي لك احكي لي مزيان دونك لهنا توا لي دوني هذوما لازم كي ننزل موديفيي يبعثوني الباج ابديت الف بوان بي اتش بي دونك باش نصنع الابديت الف هذايا هي اخر بارتي الولاد وكا هو عارف سي بيلت وما ميسالش تبع معاك دونك كيف كيف الباج نتاعنا باش يكون فيها خلينا نحطو هذا جيبو كونيكسيون نتاعنا عملنا كونيكسيون لهنا مانيش باش نستحق نشوف الاي دي علاش خاطر انا جايني فورمولير ديجا معبي اي ولا لا معناتها مانيش باش نستحق نتستيه باللي في سيت في سيت اي ولا لا وليد امان معايا انت تقولوش اي دونك شنو نعمل ريكوبيراسيون دي شون اللي تعبي واللي هما تي 1 و تي 2 اي ولا لا Donc, je prends le dollar T1. Je prends T1. Je remarque, le semi est en fait double code. عمال نكتب الكود بركه خاطر دوبل كود يسكر لي هذا يسكر الباليز هذيك اي خاطر صحيح انت حليت باليز اخرى بي اتش بي اما اي دوبل كود باش تسكرها اوس تكتب دوبل كود لهنا ريتها تسكر هذا باش يولي ميساج خاطر فهمت هذاك علاش استعملت كود باهي خلينا تي 1 ناخذ تي 2 مسيو هذيك ايكال بعدها نبعث الركيت متاعي الركيت اللي هي باش تكون شنوة الركيت أبديت دونك أبديت ألف سيت شان نو رسوا لازم نعمل كوت لهنا باش نحط فيها دولار دولار علاش كوت محصورة الفالور خاطر تيب شان هذا كيف دوغزر تيب انتي نجم نخلي نجم تستنى عليها فهمت اما في
مسيو عندي سؤال باللي باش تعملوا احنا مسيو شنو نحب باش نبدلوا نون برينو نبدلوا نون برينو دونك شنو نقولوا ابديت الف سي ما بيدو نو ياخو شنو هو ما بيدو ما تجي تبدلوا انت الشان هذا مكتوب قدام باش نبدلوها اميره لحظه الكتاب تبدل فيه لحظه برك لحظه نعدي الروكيت الف سيت نون نحطوا دولار تي ان نعملوا فيرغول ما نكتبوش اند لهنا راه ماهمش كونديسيون باش تعمل اند ما بيناتهم راه هذوما دي انستركسيون دونك نحطوا الانستركسيون الاولى فيرغول الانستركسون الثانيه وير الاي دي يقال الاي دي عديت الروكيت الروكيت نتاعي انت ستابل افكتد دونك اذا كان افكتد روز اش معناها معناها الروكيت تعديت دونك شنو نعمل ايكو شنو نقول له modification voilà écho modification jouer modification échouée لهنا تنجم تكون لهنا فما حاجه راهي مهمه مازلنا ما عملناهاش طبعا فيها ايوه فما حاجه مهمه مازلنا ما خدمناهاش اللي هي كيف باش نعرفوا الشخص هذاك فطلع لهنا كان لاحظت ورانا ما عندناش شون اي دي اي ولا لا دونك تعمل لي وينو الاي دي عندك شي نعملو جيت تايب عندي الاي دي انا لهنا ولا لا ليه جيت اي دي هذيك عندك الاي دي من فوق من الجيت ما عنديش الاي دي من فوق اعمل جيت اي دي اعمل واحد اسمه ما عنديش الاي دي من فوق اسمع شو كي ننزل على موديفي راهو يعديني الباج اخرى موديفي خمسه جلسات هاي كي ننزل على موديفيي لهنا راه باش يعديني لابديت اليف راه. اي مع لابديت اليف ما عندهاش الاي دي راه باش تنجم تاخذو اللي نخدمو فيها هي لابديت اليف ما عندهاش اي دي. باش تنجمش تاخذو بالجيت ما فماش في الجيت حاجه. علاش؟ خاطر احنا اوزر وين عيطنالو؟ عيطنالو في الاكسيون تاع البوست. اي ولا لا؟ طبعا انت نقول لك كيفاش باش نعملوها. دونك لهنا باش نقول له موديفيكاسيون اشوي يا سوا اي دي انكوريكت ولا او بيان ريان موديفي علاش خاطر انا كي نعاود نبعث نفس لي فالور اسكو تصير موديفيكاسيون ولا لا؟ لا ما تصيرش موديفيكاسيون دونك اوتوماتيكمون ما يجينيش افكتد روز يجيني صفر باش يقول لي راه الموديفيكاسيون اشوي يا سوا انا حطيت اي دي غلط ما فهمش منه فهمت ولا عديت لي ميم فالور يا سوا عاودت عديت لي ميم فالور سي ريان ا موديفيي شفتو هو كيف ما انت ما جبتوش اي دي كيف باش نعرف اني باش تعمل سبريسيون يا باش نعرف الاي دي يلزم نعرف الاي دي مانيش نعمل في سبريسيون يا مير انا نعمل في موديفيكاسيون لا في الموديفيكاسيون سامحني قلت زرقت ليسي مين الفراب لهنا الموديفيكاسيون موديفي قلت عملت سبريسيون ماهيش فراب شو سما تبعني لهنا دونك انا باش نجم جو ريكوبير لو شون اي دي يلزمو يا سوا يكون جايني في البوست يا سوا في الجيت وانا لهنا ما عندي بوست اي ولا لا اسكو نجم نعدي بوست و جيت مع بعضهم دونك عملت قبيل يس نجم نعدي جيت و بوست مع بعض اما انا لهنا جو بريفير باش نخليه في البوست دونك باش نجي نقول له مال الدولار اي دي راهو هو بيدو جايني من الاي دي مفهومة؟ مفهوم توا معناها يلزم الباج موديف هذه الباج موديف فاش تبعث هي؟ تبعث كان الشون تبعث نو البرينو تي 1 والشون تي 2 هكا هاو اي ولا لا؟ نعم توا باش نردها زيد تبعث معاهم شون اخر دونك باش نجي لهنا قبل لي شون هذوما باش نعمل انبوت تايب تكست
نيم نتاعها اي دي كما سميتها والفاليو نتاعها باش تاخذها من البي اتش بي اللي هي شكون دولار اي دي اللي هي دولار اي دي دونك باش نجي نحل البي اتش بي نقول له ايكو دولار اي دي تو كان نحطها هكايا باش تولي كي نرجع للموديفيكاسيون لهنا تولي يظهر لي الاي دي معاها ريتور اما الاي دي نجم نعمل له موديفيكاسيون كيما انا نحب واللي انا ما نحبوش يعمل له موديفيكاسيون تفهم فيا امشي دونك نعملو ديسكري دونك نعملو هايد نزيدو شل البروبريتي هايد يولي الشو هذاك ما عادش يخرج لي معاه اما يتبعث لي في الفورمولير فهمت الفازة؟ واضح واضح دونك توا التابل هذايا تولي تاخذوا الاي دي شكون دونك لهنا كي نعمل توا موديفيكاسيون عندي ايرور في ليني 23 دونك لهنا تقول لي لهنا الاي دي ريانا موديفي ريتا لهنا ما صار حتى شيء في الميزاجور فهمت اما كان جي انا نبدلو مثلا لهنا اللقب نعمل موديفيكاسيون باش تعطي لي موديفيكاسيون افيك سوكسي نرجع للتابل نتاعي باش نلقى الشون ديجا تبدل فهمت وكان نعاود مثلا نرجع للافيشاج نعاود نختار نفس الشخص هذا يا ريت ديجا في الافيشاج نبدل نعمل موديفي باش يعاود يعطيني اخر فالور موجود واضح واضح باهي كيما نجمو نفس الفازة اللي عملناها قبيله في السوبريسيون باش عملنا سوبريسيون باللين ولا سوبريسيون ديريكت بالفورمولير نجم نعمل فورمولير كيما قبيل مش هنا قبيل عملنا فورمولير تاع سوبريسيون يعطي الاي دي نهزو كوبي كولي ولا هنا باش نبدلها موديفيكاسيون سي الموديفيكاسيون هذاك باش يولي عايط للباج ابديت لي ديريكتومون لا الباج سامحني موديف هي الباج موديف.php اللي كنا فيها تو دونك كي يولي عايط الموديفيكاسيون باش يولي لهنا يبعث له الاي دي في البوست دونك احنا قبيله الاي دي ريكوبيريو فيها بالجيت بالجيت دونك هذايا دونك تو شنو اللي نحل موديف بون اتش تي ام ال ولي تلقى عندي اي دي نحط هنا اي دي على روحي كي نعمل موديفي لان مش خولي بريسيزي علاش خاطر كيما تفاز تقبيل لهنا كي عيط للموديفيكاسيون قرا كان بالجيت دونك شنو نزيدو ونعمل نفس الفازة اللي عمل تقبيل ريكوبيراسيون تولي زيت إيف على روحه كان يقرأ من الجيت ولا يقرأ من البوست ولا نمشى نقوله في المساج نورمالمون احنا لهنا جوست افيشي واحد المساج هذايا بلا موديفيكاسيون دونك بل الفورمولير نتاعي مثلا لهنا دونك توا نولي كي نرجع لهنا اذا كان عملت موديفيكاسيون باش تحط لي موديفيكاسيون بالبوست ولا بالجيت فهمت
طيب شو تخرج لي موديفيكاسيون بالجيت ولا بالبوست او كالي دوني اللي عنا موجودين هذوما لو كان طيب شخص نمرو 4 لهنا طيب احنا حاطين طيب كي ولينا دخلنا البوست اي ولا لا دونك هو باش يتابي نمرو قبيلة لا عنده ليستة ليستة دونك فيها نوامر اللي زايدين تاع الاشخاص معناها كي نرجع لهنا للافيشاج كل كعبة موديفيه عندها الايدي نتاعها لو تشكون كي باش يولي بالشون لهنا هو يجي عن طريق شون يدخل الايدي دونك باش يولي يرجع لي فما ايدي غلط نجم يكتب ايدي ما عنديش منه اي ولا لا معايا معاك دونك يسوى نعمل ريشيرش على الايدي قبل ما نبدا نعمل في الموديفيكاسيون سينو انت ماك عامل ديجا سيليكت تزوج عليه اي ولا لا دونك كان لقيتو باش نافيشي هذايا الكل إلس نقول له إيكو إليف ولا أيديا كوريكت مسيو ما أنت كان غلط في أيدي فيها معناها إذا كان ركيت تعديت معناها إيف مايسكويل مايسكويل يفيشي لي الواحد نون برينو يفيشي لي نون برينو إذا كان ما تعديتش الريزولتا باش يفيشي لي إليف انتروفاب والإلس الأخرانية نتاع ما كتبش الجملة فهمتها؟ باهي فهمت دونك لهنا تو كي نولي نحط اي دي غالطة مثلا ثلاثة ما نفسخناه باش يولي يقول لي إليف انتروفاب فهمتوا؟ كان أنا مثلا نحط الاي دي نتاع شخص عندنا منه مثلا 5 فسخناه 6 شو اللي يجيني شخص مثلا بدلته هذايا دونك فاهم الموديفيكاسيون في الموديفيكاسيون تقول لي موديفيكاسيون افكتوي افيك سوكسي تبع فيا إذا كان نعاود نرجع لنفس الباج جو ريشارج تعطيني دخل اسم تكتب موديفيكاسيون شو اللي يقول لي ريانا موديفيي خاطر لهنا غلطة سينو دون لو كا او لاي دي جاتني غلطة خاطر انا نجم الباج هذايا ليليف الموديف نجم نمشي لها هكا بال بي اتش بي ولا نمشي لها ديريكتومون بال سامحني بال بوست ولا نمشي لها ديريكتومون بالجيت معناتها انا مثلا نقول له اعطيني نتاع نمبر 8 دونك ديريكتومون هاك تولي الموديفيكاسيون بالجيت وتعدى بالجيت واضح دونك لهنا كيف كيف كان غلط توزر حطيت نمبر 100 شو اللي تجيني بالجيت اما الميساج اللي بان تخوفان خاطر هو الاي دي يسوى خذاها من الجيت يسوى خذاها من البوست اما مع كل ما خذاها بالجيت ديريكتومون الموديفيكاسيون تمشي بالجيت ولا تمشي بالبوست واضحه واضح باهي حاجة أخرى بركة ديما تلقاها جينيرالمون في الدفوارات ولا في الباكيت إني أنا لهنا مثلا نغزر المرة الأولانية بدينا بالتابلو نتاعنا هذايا أي ولا لا إذا كان أنا نعمل موديفيكاسيون ونتعدى الموديفيكاسيون ما جو بريفير با يقعد يوقف لي لهنا فهمت دونك ديما ماذا بينا نعاود نرجع للليست واضح ولا لا دونك آخر باج نتاع بي اتش بي بعد ما خرجت مساجاتها باش نجي لها هي يسوى لهنا نخرج من بي اتش بي جملة ونعمل يا على روحي هاشريف نتاعو باش يحل باج نمبر 8.بي اتش بي وليا اسمه كيما نقولو مش شاك فوا لهنا إذا كان صارت موديفيكاسيون ولا ما صارتش يخرج لي دونك نجم نزيد نعمل غير نجم نزيد نعمل دونك نلقى لهنا افيشي لا ليست تعاود ترجعني ليست معناتها ندخل انا مثلا الشخص هذايا اسمه محمد امين باش نسميه مثلا ما عرفش أنا أي اسم نتاعي محمد دينيس
je modifie, si les modifications, on a déjà la liste, on n'a pas un bête de codémie. Kif kif pour la suppression, on a une page de suppression, et d'ailleurs, donc je vous dis un lien qui m'aide. Je supprime. Si les suppressions, j'affiche la liste. Puisque حاجة قريتها وتعرفها يعني مش عاودها قريان فهمت؟ أنا عارش إن شاء الله السياسة تطلع فادتكم إن شاء الله استعفعتوا ليه مريقا فما حاجة سبا مشو تنعودوها غدوة بش نصلحوا اللي دفوار رو إخر أجل اليوم بعث دفوار فهمت؟ غدوة نصلحوا مع بعض بأ Monsieur, tu as déjà les pages 2, affichage 2.